يلا بينا بقى، يلا النهارده ان شاء الله المحاضره الثالثه نيورو. اتمنى ان كل حضر المحاضره اللي فاتت، والمحاضره الثالثه تكون بالنسبه المحاضره اللي فاتت بالنسبه لنا تكون مفهومه، لان انا حبيت ان انا اجل الموضوع اللي احنا هنبتدي شرحه النهارده اللي هو السباينال كورد ليجن، ان يبقى محاضره منفصله بعد ما اشرح لك البيزكس بتاعت النيورال البصري. اتكلمنا في المحاضره اللي فاتت عن كل تفاصيل النيورال البصري، واحد موتور واثنين سنسوري، وشرحت لك كل تفاصيلهم، وديلك في النهايه الزتونه. هفكرك قبل ما اتكلم عن السباينال كورد ليجن، اللي بالمناسبه السباينال كورد ليجن نفس الكلام اللي انا هشرحه محاضره النهارده بالظبط. افتح كتاب الانترنال ميديسن الستو هتلاقيه هو بالظبط بنفس الصور، لان الصور لورد. وحتى في اسئله من اللي هنحلها في محاضره النهارده، في نهايه محاضره النهارده هتلاقي في بعض الاسئله كوبي بيست موجوده في الستيب 2. فالكلام اللي احنا شرحناه في المحاضره اللي فاتت ده مهم جدا كمعلومات بيزك، مش بس للستيب 1 لا كمان للستيب 2. السباينال كورد ليجن فيري فيري امبورتنت سواء ستيب 1 او ستيب 2. طيب قبل ما نبتدي نشرح السباينال كورد ليجن، ارجع افكرك كده بس بالزتونه اللي اتفقنا عليها في المحاضره اللي فاتت، وعايز كمان ااكد للناس اللي سالتني على التليجرام على موضوع ات ذا ليفل وبيلو الليفل اوف سوليوشن، اظبطها معاكم تاني. تعالى نفتكر الكلام اللي احنا اتفقنا عليه في نهايه المحاضره اللي فاتت، انه بناء على شرح النيورال البصري، فاحنا اتفقنا ان الزتونه بتاعت السباينال كورد ليجن ان انا عندي حاجتين هيحصل فيهم افكشن، بيكونوا ابسيلاترال وحاجه بتكون كونترالاترال. وبالعقل كده طالما احنا ناس فهمنا الاول وبعد كده ادينا الزتونه، مش بندي الزتونه وخلاص، لا نفهم الاول وبعد كده ندي الخلاصه. قلنا الحاجتين اللي بيكونوا ابسيلاترال دول لان الكروسنج بتاعهم بيحصل على ليفل اباف السباينال كورد، بيحصل عند الليفل اوف لور مضلع. التو ابسيلاترال دول كان منهم الموتور بسوي لان الكروسنج بتاعه بيحصل في اللور مضلع، الابر موتور نيرون بيحصل له كروسنج في اللور مضلع، والسباينال كورد هنا بالنسبه لي بعد كروسنج افتر كروسنج، وده ديسندنج بسوي. اذا لما يحصل ليجن في السباينال كورد، لما يبقى فيه هنا موتور افكشن بالنسبه للابر سو ابر موتور نيرون او لور موتور نيرون، هتكون ابسيلاترال لان اوريدي حصل الكروسنج. طيب بعد كده قلنا لما يبقى فيه موتور افكشن او ماسل ويكنس او باراليسس بسبب ان حصل افكشن للموتور بصوي سواء ابر او لور، هيكون في كلا الحالتين ابسيلاترال، لان اللور موتور نيرون دايما ابسيلاترال لان مفيش كروسنج اصلا في اللور موتور نيرون. اما الابر موتور نيرون فوجوده في السباينال كورد ده بعد الكروسنج، وبالتالي لما يحصل ليجن في الابر موتور نيرون السباينال كورد طبيعي جدا انه يكون ابسيلاترال. فالموتور هنا بالنسبه للابر موتور نيرون اكيد هيكون ابسيلاترال لان ده افتر كروسنج، واللور موتور نيرون اكيد هيبقى ابسيلاترال لان اللور موتور نيرون اصلا ما فيهوش كروسنج. كان الاختلاف ان الابر موتور نيرون بيكون الافكشن او الفايننج او الماسل ويكنس اللي بيكون سباستيك ماسل ويكنس، وعرفنا ليه المحاضره اللي فاتت، هيكون بلو الليفل اوف ذا ليجن. اما اللور موتور نيرون دايما ابسيلاترال ودايما از ليفل اوف ذا ليجن. ده بالنسبه للموتور ليجن. طيب بالنسبه للسنسوري اللي بيكون ابسيلاترال هيكون اني واحد اللي بيحصل له كروسنج فوق في ليفل اباف السباينال كورد، اللي بيحصل له كروسنج في اللور مضله هو مين؟ الدورسال كولم لميديا اللي منسكس بسوي. تفكرني كده كان بيبقى مسؤول انه يكاري اند سنسيشن، هتقول لي الفاين تاتش والفايبريشن والبروبيوسبشن. طيب هيكون ابسيلاترال لان الكروسنج اباف، وانا هنا بتكلم عن اسيندنج بسوي. فلما يحصل ليجن في التراكت دي في السباينال كورد هيحصل لوس للسنسيشن ابسيلاترال، انهي سنسيشن؟ تاتش وفايبريشن وبروبيوسبشن. طيب الافكشن ده هيكون فين؟ بلو الليفل اوف ذا ليجن. اثنين ابسيلاترال وان كونترالاترال. ايش معنى دي كونترالاترال؟ لان دي بيحصل لها كروسنج على طول اول ما تخش السباينال كورد، بتطلع 1 اور 2 سيجمنت في تراكت اسمها لساور تراكت، وبعد كده يحصل لها كروسنج. لما يحصل لها كروسنج فين؟ في الانتيرير واي كوميشر، ده موجود على طول قدام السنترال كانال، حاجه اسمها انتيرير واي كوميشر. وبالتالي لان الكروسنج بتاعه اصلا في السباينال كورد، فما يحصل سباينال كورد ليجن
السنس الفايننج هنا اللي هتكون في صوره سنسوري لوس. سنسوري لوس لايه؟ للبين اند تمبرشر، هتكون كونترالاترال. طيب ات ذا ليفل ولا بلو الليفل اوف ذاليشن؟ بلو الليفل اوف ذاليشن. التراك دي كان اسمها ايه؟ كان اسمها انتيرو لاترال سباينو سلامك تراك، حيث ان اللاترال هي المسؤوله انها تكاري البين اند تمبرشر، والانتيرو هي المسؤوله عن الكروت تاتش. الكروت تاتش اللي هو اللايت تاتش، اللي هو بالعربي كده التحسيس. طيب ده فكرتك بيه بالكلام اللي انا شرحته في المحاضره اللي فاتت. افكرك برضو بحاجه كمان بعضكم سال عنها، موضوع البلو ات ذا ليفل. بص يا سيدي، الحاجه اللي هتلاقيها كفايننج بالنسبه لنا هنا بعد شرح النيورو البصري تكون ات ذا ليفل اوف ذاليشن، ما عندناش غير اللور موتور نيرون. اللور موتور نيرون هو اللي يؤدي ان يبقى فيه موتور افكشن ات ذا ليفل اوف ذاليشن. ليه؟ لأنه at the level of the region هنا حصل affection مثلا للventral horn اللي هو فيه motor neurons، دايما بيكون at the level of the region. دايما اتفقنا أنه بيكون دايما ipsilateral ودايما at the level of the region. اتفقنا ليه؟ لأن لو خدت spinal cord section فوق وspinal cord section تحت وجيت تبص عليهم تلاقي الventral horn مفهومش مشكلة، وتحت ما فيهمش مشكله، فبيكون لهم ابر موتور نيرون يسينابس مع اللور موتور نيرون، فما فيش مشكله لا فوق ولا تحت. انا مشكلتي فقط ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. الله، طب اشمعنى الابر موتور نيرون بيكون هو اللي بلو الليفل اوف ذا ليجن؟ لان غالبا الابر موتور نيرون ده السنج بصوي نازل من تحت، وبعد كده اما بيجي عند الليفل ده علشان يسينابس مع اللور موتور نيرون هنا بيعدي اوبليكلي ويروح يسينابس مع اللور موتور نيرون، والبصوي اللي هو الابر موتور نيرون ده مكمل. فغالبا اما بيجي يحصل ليجن هنا الابر موتور نيرون بيأفكت التراكت اللي هتوصل لتحت موتور انرفيشن، لكن غالبا ات ذا ليفل ما بيكونش فيه مشكله. وكذلك بالنسبه للسنسري، السنسري برضو بيكون بلو الليفل اوف ليجن، سواء ابر موتور نيرون او سنسري بصوي، غالبا الافكشن بيكون بلو الليفل اوف ليجن. اللي بيكون ات ذا ليفل اوف ليجن هو اللور موتور نيرون، وحاجه ثانيه ممكن نقول ان بيكون في لوست لكل السنسيشن ات ذا ليفل اوف ذا ليجن لما يكون في سباينال كورد ليجن تافكت الدورس الروت. ده مش احنا لما جينا نتكلم عن كل السنسري بصوي قلنا ان الفيرست اوردر نيرون حاجه اسمها دورس الروت جانجليون، وقلنا ان دي عباره عن كولكشن من النيرونز بس بريفرال نيرف سيستم فسميناها جانجليون، دورس الروت جانجليون، وقلنا ان الاكسونز بتاعتها بعد كده بتعدي في الدورس الروت. طب ما كل السنسيشن هتعدي على الدورس الروت. افرض حصل مشكله في جزء من السباينال كورد ليجن، حصل افكشن للدورس الروت ده. طب ما هو الدورس الروت ده هو اللي كله من خلاله، هو اللي كل السنسيشن أو, او 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 هو اللي من خلاله كل السنسيشن اللي بتيجي في الليفل ده هتعدي على الدورس الروت عشان توصل للدورس الهون اللي هو سنسوري هون. وبالتالي لو حصل سباينال كورد ليجن تافكت الدورس الروت ده، كل السنسيشن اللي بتبقى كارد من خلال الدورس الروت ده هتبقى افكتد ات ذا ليفل اوف ذا ليجن. فاللور موتور نيورون ولو حصل افكشن للدورس الروت دول هيكونوا ات ذا ليفل اوف ذا ليجن، غير كده هيكونوا بلو الليفل اوف ذا ليجن. طيب تعالى بقى نبتدي للسباينال كورد ليجن. قلت لك الكلام اللي انا بقوله دلوقتي هتلاقي كوبي بيست عندك في البطن في النيورو، فالكلام والكيسز اللي هنحلها في محاضره النهارده ممكن تلاقيها كوبي بيست موجوده عندك في البطن بعد كده في الستيب 2. طيب اول سباينال كورد ليجن هنتكلم عنها حاجه اسمها براون سيكوينس سندروم، عليها سؤالين في الاول ده نحلهم في نهايه المحاضره. البراون سيكوينس سندروم ده دايما احب ان انا اشرح او ابتدي الشرح بيه. ليه؟ لانه يعتبر اعاده للزتونه اللي انا لسه شارحها دلوقتي، مفيش جديد غير يعني يعتبر الجديد انا قلته دلوقتي وانا بشرح الات والبلو ليفل اوف سوليوشن. ليه؟ واولا ايه هو البراون سيكوينس سندروم؟ قال لك البراون سيكوينس سندروم هو عباره عن سباينال كورد ليشن يحصل فيها افكشن، يحصل هيمي سيكشن للسباينال كورد، نص السباينال كورد تقريبا بيبقى افكتد ويحصل فيه ليجن. الله، طب ايه الحاجه اللي ممكن تعمل كده؟ قال لك من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل كده ودي اللي بتيجي غالبا في كوشن بانك، تروماتيك، حد اتعرض لجان شوت
جان شوت او اتعرض لبنتريتنج انجري باستخدام نايف على سبيل المثال. والسؤال اللي جه في الاول ده حلو في نهايه المحاضره، قال لك ان واحد سهران في بار اتشكل اتخانق مع حد، فاللي اتخانق معاه ده قام جايب سكينه بنتريتنج ووند في ناحيه النايف هنا، فقام واخد نص السباينال كورد هيما سكشن السباينال كورد، ده اسمه براون سيكونس سندروم. فاشهر كيس بتيجي في كوشن بانج ستيب 1 او ستيب 2 بتجيبها التروماتيك، سواء جان شوت ووند او تروماتيك بنتريتنج انجري باستخدام نايف، ممكن يكون due to tumor, spinal cord tumor يعمل compression يعمل hemisection للspinal cord. حصل يا سيدي hemisection للspinal cord، يجي يقول لي ايه في الكيس. طيب قبل ما اقول لك يجي ايه في الكيس، انا المفروض والله انا اللي اسالك وانت اللي تقول لي تتوقع هتلاقي ايه. ليه؟ لان hemisection of spinal cord معنى كده ان كل التراكت اللي معديه هنا، كل التراكت اللي معديه هنا والموتور والنيورونز اللي موجوده، سواء التراكت اللي معديه في الوايت ماتر او النيورونز اللي موجوده في الجراي ماتر، حتى الدورسال رود ده كلهم هيبقوا افكتد. طب معلش كده ممكن تعيد لي كده اماكن التراكت اللي انا شرحتها في المحاضره اللي فاتت في الوايت ماتر وكذلك في الجراي ماتر والدورسال رود. الدورسال رود واضح اهو، دي كنا بنسميها لاترا كورتيكو سبينال تراكت والابر موتور نيرون، اللي كان بيسينابس مع اللور موتور نيرون اللي موجود في الفنترال وور، اللي هو عباره عن كولكشن من السيل بانس اوف موتور نيرون. وانتيرو لاترال كان موجود السباينو سلامك تراكت اللي كانت مسؤوله انها كاري البين اند تمبرشر، والجزء ده كان اسمه دورسال كولن، كان بلو التي 7 كان بيبقى موجود فقط جراسير، ودي بتشيل التاتش والبروبيوسبشن والفايبريشن للور بارت اوف يور بادي، اللور بارت اوف يور بادي انكلودنج اللور لامب. وبعد التي 7 بقى في جراسيل وفي كونييت، وده اسمه الدورسال روت اللي من خلاله كل السنسيشن بتعدي من خلال الدورسال روت ده عشان توصل للدورسال هورن. اما يجي بقى يحصل ليجن تافكت النص ده من السباينال كورد، هاجي اقوم مطبق الزيتون اللي انا لسه قايلها، هقوم قايل ان بلو الليفل اوف ذا ليجن هيحصل الاتي. هيحصل انه في حاجتين افسي لاترال وواحده كونترا لاترال. الحاجتين اللي هيكونوا افسي لاترال بلو الليفل اوف ذا ليجن، انه هنفترض مثلا ان الليفل اوف ذا ليجن هنا بلو الليفل اوف ذا ليجن، هلاقي ابسي لاترال ابر موتور نيرون ليجن، ابسي لاترال سباستيك باراليسس، ابسي لاترال هايبر ريفلكسيا. ممكن تشوف كمان بص البابينسكي ساين، ده بالنسبه لاول ابسي لاترال ابر موتور نيرون ليجن. تاني ابسي لاترال، ابسي لاترال لوس السنسيشن بتاعت التاتش والفايبريشن والبروبيوسبشن اللي بتاعت الدورسال كولم، والحاجتين اللي انا قلتهم ابسيلاترال دول هما الحاجتين اللي لسه الكروسنج بتاعهم فوق في اللور مضلع. فلاقي انه نفس المكان اللي انا علمت فيه ده كمان فيه تعمل تيستنج للتاتش والفايبريشن والبروبيوسبشن، تلاقي حصل لهم لوس بلو الليفل اوف ذا ليجن. وان كونترالاترال، تفتكر كونترالاترال هنا هتكون ايه؟ كونترالاترال بلو الليفل اوف ذا ليجن، هلاقي في loss للبين and temperature، loss للبين and temperature، ده below the level of the lesion. طيب as the level of the lesion، as the level of the lesion ما عندناش as the level of the lesion هنا غير اللور موتور نيرون ده، ده دايما بيكون ipsilateral و as the level of the lesion. وبالنسبة للدورسال رود ده كل السنسيشن هتبقى لوست في ذا ليفل اوف ذا ليجن بسبب ان حصل افكشن للدورسال روت. فتلاقي ذا ليفل اوف ذا ليجن في هنا ذا ليفل اوف ذا ليجن، تعالى لون تاني، في هنا ابسي لاترال، دايما اللور موتور نيورون ابسي لاترال، فلاسيد باراليسيس ذا ليفل اوف ذا ليجن. الحاجه الثانيه اللي بيكون ابسي لاترال نص لكل السنسيشن ذا ليفل اوف ذا ليجن اللي بيحصل لها او بتبقى متشاله من خلال الدورسال روت at the level of the lesion. كده يعتبر عرفت كل حاجة عن hemisection of the spinal cord. معلومة بس أخيرة عشان يبقى خلصنا كل حاجة تخص hemisection of the spinal cord. أنا قلت لك على سبيل المثال الإجزامبل اللي سأل في المولد، قال لك أنه كان في بار واتخانق وحد جاب سكينة ضربها له من ورا عند النك. طب ما هو النك ده at the level of T1، طيب هنا ممكن كمان ايه اللي يحصل له injury above T1؟ فايبرز كده كان بتبقى اسمها descending hypothalamic fibers، كانت هتروح تسينابس مع lateral horn of first thoracic segment، اسمها descending hypothalamic fibers. فمن ضمن الحاجات اللي انا ممكن اشوفها في patient عنده brown sequence syndrome
ipsilateral هورنر سندروم. ipsilateral سريوزس او بام زي ما البروفيسور قال, ipsilateral ميوزس توزس ان هيدروزس. ممكن نشوفها لو الليفل اوف ذا ليجن اباف التي 1. يبقى الزتونه بتاعتنا بنطبقها بلو الليفل اوف ذا ليجن, وات ذا ليفل اوف ذا ليجن هنطبق اللور موتور نيرون ومعاها الدورسال روت لوس للسنسيشن. ولو الليجن دي موجوده اباف التي 1 اشوف ipsilateral هورنر سندروم. ده بالنسبه للبراون سيكونس سندروم. حد عنده اي مشكله بالنسبه للبراون سيكونس سندروم قبل نخش على اللي بعده؟ الدورسال روت دكتور مصطفى لو انت فاكر احنا كنا بنقول السنسوري بصوي اللي احنا كنا بنتكلم عنها, كنا بنقول ان لازم تعدي على 3 اوردر نيورون. كان الفيرست اوردر نيورون يا دكتور مصطفى حاجه اسمها دورسال روت جانجليا. دي الدورسال روت جانجليا بقى في, احنا اتفقنا عن ايه جانجليا؟ كولكشن اوف سيل بادز في البريفرال نيرفس سيستم. دورسال روت جانجليا الاكسس بتاعتها يا دكتور مصطفى كانت بتعدي على من خلال الدورسال روت علشان توصل السنسيشن سواء تاتش او فايبريشن او بروبروسبشن او كل السنسيشن كانت لازم تعدي هنا من خلال الدورسال روت. فلما يحصل هنا افكشن للدورسال روت هيبقى فيه لوس لكل السنسيشن. بس فين يا دكتور مصطفى؟ at the level of the lesion. ليه at the level of the lesion فقط يا دكتور مصطفى؟ لان فوق وتحت الدورسال روت ما فيهمش اي مشكله, فتوصل السنسيشن عادي في الليفل اباف وبلو, بس at the level of the lesion هيبقى فيه لوس للسنسيشن. طيب فالبراون سيكونس سندروم بنطبق عليه الزتونه بنلاقي ان كل حاجه ماشيه زي الفل ما فيهاش اي مشكله, وهتلاحظ الكلام ده لما تيجي تحل السؤال الموجود في الولد. طيب الصفحه الثانيه بتتكلم عن تو سباينال كورد ليجن. سباينال كورد ليجن مش قصة ماركر يا دكتور فؤاد. انت في حاجات انت ممكن تعملها او نيورولوجي بتسها تبقى تعرفها او مش مهمة بالنسبة لنا, مش مهمة بالنسبة لنا في ستيب او سواء ستيب 1 او ستيب 2. حتى في بعض الكلينيكال نيورولوجي بتس اللي هتدرسها في البطنة في الكلية مش مطلوبة مننا او في ستيب 1, دي من خلالها ممكن تقدر توصل للليفل اوف ذا ليجن عند فين بالظبط. النيورولوجي تيست دي مش مطلوبة منك خالص كستيب 1, لكن مفيش اناتوميك ماركر, لا في تيست معينه بتعملها تستدر من خلالها على ليفل اوف ذا ليجن. طيب الصفحه اللي قدامكم دي, الصفحه الثانيه دي فيها تو سباينال كورد ليجن بيحصل فيها افكشن لللور موتور نيورون. لو جيت تبص هنا في البوليوميلايتس شلل الاطفال هتيجي تبص هتلاقي الجزء اللي بتعلم عليه اللي باللون الاخضر ده هو الفنترال هورن اللي موجود فيه الانتير هورن سيلز اللي هو الجزء او بدايه اللور موتور نيورون. واللور موتور نيورون انتير هورن سيلز وبعد كده اكسونز بتعمل البريفرال نيرف اللي هيروح يغذي العضله اللي هيحصل لها كونتراكشن. وبرده في اللي تحت واضح كده برده ان الجزء المظلل هو الفنترال هورن. الفنترال هورن اللي هو الموتور هورن. فواضح كده ان انا بتكلم في الصفحه دي وانا قاصد ان انا اجمع الاثنين دول مع بعض, لان الاثنين دول بيجي البيشنت يشتكي من لور موتور نيرون ليجن اونلي. طيب البوليوميلايتس شلل الاطفال. البوليوميلايتس الاساس بتاعه بنشرحه مايكروبيولوجي, ده واحد من الفيروسز اللي بنشرحها في الفيرولوجي. البوليو فيروس اسمه بوليو فيروس, الفيروس اسمه بوليو فيروس اللي بيعمل شلل الاطفال اللي هو بوليوميلايتس هنتكلم عنه, هنتكلم عنه ان شاء الله في المايكرو, ونقول ان ده الميثود اوف ترانسميشن بيكون فيكو اورال ترانسميشن. المفروض ان هو اصلا يعني وورلد وايد تقريبا قدرنا نعمله اريديكيشن باستخدام البوليو فاكسين سواء الاورال فورميليشن او الانجكشن. في اليو اس تقريبا بيقولوا ان هم ما شافوش حالات من 2002 تقريبا, وحاليا في العالم كله يمكن اشهر بلدين ممكن تشوف فيهم البوليو مايلاتس هو افغانستان وباكستان. فهو
يعني هتلاقيه اكتر موجود اكتر في الارياس اللي بيبقى فيها باد سانيتيشن، لان المود اوف ترانسميشن فيكو اورال ترانسميشن، ويعتبر انتيرو فيروس لان القصه بتاعته بدايته انه فيكو اورال ترانسميشن، يوصل لغايه الاوروفارنس اند سمول انتستين ويحصل له ريبليكيشن، ومنهم يوصل للبلاد ستريم، ومن البلاد يوصل للسي ان اس. لانه مشكلة البوليو فيروس هو السي ان اس، هو السباينال كورد، هو اللور موتور نيرون اوف سباينال كورد. عايزك بس تبقى عارف علشان تبقى متخيل الدنيا كلينيكالي، انه الاوقات في التسعينات او في الاوقات اللي حصل فيها الاوت بريك من البوليو مايلايتس، مش كان كل ما كانش كل شخص بيجيله بوليو فيروس انفكشن كان بيجيله لور موتور نيرون ليجن. ده 80% منهم بتقدر تتغلب على الفيروس وتعمل والإيميون سيستم يقدر يتعامل معاه. 29 دول تقريبا 70% بيقدروا الإيميون سيستم بتاعهم بيقدر يتعامل مع الفيروس. 29% الباقيين ممكن مجرد ان يجي لهم فلو لايك سيمبتومز. احنا بنتكلم من كل الاشخاص اللي بيبقوا انفكتد بالبوليوميلايتس في الاوت في الوقت اللي حصل فيه الاوت بريك، حوالي 1% هو اللي كان بيقدر يعمل سيفير سي ان اس انفكشن. الـ CNS presentation ممكن يجي بيها البوليو فيروس ممكن يعمل ما يسمى بأسيبتك مننجيتس. أسيبتك مننجيتس بنشرحه في المايكرو، بنقول إن ده مننجيتس التهاب بيحصل للغشاء السحائي اللي هو للمنجيس اللي بتعمل كفرنج للبرين والسباينال كورد، وبنسميها أسيبتك. يعني نو السبب مش بكتيريال، السبب هنا فيرال، فبنقول عليها أسيبتك مننجيتس. وتيجي تاخد لمبر، تعمل لمبر بانكشر عند البيشنت ده، تبص على السي اس اف، تلاقي السي اس اف فايندنج بتاعت فيرال مننجيتس اللي هو أسيبتك مننجيتس. من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تعملها بيشنت عنده مننجيتس، ممكن تعمله سي اس اف، في فايندنج معينه بتشوفها في البكتيريال، وفي فايندنج معينه بتشوفها في الفيرال والفانجل. الكلام ده هنعرفه في المايكروبيولوجي. سيبك من كل كلام بقى اللي انا قلته ده، تعال بقى نتكلم عن البوليوميلايتس. في السيفير كيسز يروح يعمل ديستراكشن، والديستراكشن ده بيكون بايلاترال. خد بالك من سباينال كورد ليجن اللي احنا هنشرحها دلوقتي، هتلاقي الافكشن بيكون بايلاترال في الناحيتين. بايلاترال البوليوميلايتس، مايلي دي كلمه مايلي دي سباينال كورد. الفيروس اللي اسمه بوليو فيروس لما بيجي يفكت السباينال كورد بيبقى عارف هو بيعمل ايه، بيكون سيلكتيف، بيعمل سيلكتيف بايلاترال ديستراكشن للانتير هورن سيلز. ولانه بيعمل هنا ديستراكشن فتتوقع اقول لك دلوقتي هيكون ريفرسبل ولا ايرريفرسبل، هتقول لي هتكون ريفرسبل لان انت بتتكلم عن destruction مش مجرد demyelination زي ما بحصل في ديزيز تاني هنبقى نشرحه في الباثولوجي اسمه جيام باري سندروم، ده demyelinating disease للور موتور نيرون. لكن هنا او peripheral nervous system، لكن هنا بتكلم عن فيروس عارف هو بيعمل ايه، بيعمل الكلام ده bilateral destruction يعني irreversible للور موتور نيرون. وبالتالي يجي يقول لك في الكيس ان البيشن ده بالضبط ان عنده symptoms او presentation of infection، ممكن اقول لك ان في ماليز، في هدك، ممكن يجيب لك كمان ان هو عنده aseptic meningitis وبدأ يظهر عليه symptoms of lower motor neuron، flaccid paralysis، hypotonia، hyperreflexia، fasciculation، والmuscles بتاعته تبدأ يحصل لها اتروفي. في السيفير كيسز اللي بيحصل لها دس من البوليوميلايتس بيكون المشكله انه ساعات اللور موتور نيرون ده يكستند للنيرف المسؤول عن الارفيشن اوف ريسبيراتوري ماسل هو الفرينك نيرف، ويؤدي ان يحصل ريسبيراتوري فيلير. فالبيشنت اللي عند اللي يجيبه لك بكيس اوف بوليوميلايتس هيجيب لك سيمتومز اوف انفكشن، ممكن يجيب لك كمان سي اس اف فايندنج تقول لك انه في هنا في فيرال انفكشن موجود في السي اس اف، قدر يوصل للسباينال كورد، من السباينال كورد هو عارف بيعمل ايه، بيعمل الكلام ده بايلاترال في الناحيتين، بايلاترال ديستراكشن للسباينال كورد، والبيشنت جاي لك بيه فلاسيد باراليسيس، هايبوتونيا، هايبورفليكسيا، فاسيكليشن، وتبدا كمان المسلز بتاعته يبدا يحصل لها اتروفي.
في سيفير كيسز ممكن يحصل ديو تو اكستنشن للريسبيراتوري ماسلز ويحصل ريسبيراتوري فيلير. الديزيز اللي بعده على طول اسمه سباينال ماسكولار اتروفي، ليه اسم تاني اسمه فيردينج هوفمان سندروم. السباينال ماسكولار اتروفي الناس اللي فيكم في مصر يمكن الاسم بتاع الديزيز ده اتكلموا عنه كتير في برامج الفتره الاخيره، وفي الفيس كمان ممكن تشوف ممكن تلاقيك شفت بعض البصات على السباينال ماسكولار اتروفي. سباينال ماسكولار اتروفي لا بيكون بايلاترال غالبا الدكتور مصطفى، بايلاترال ديستراكشن للور موتور نيرون. لا ما بيعملش افكشن لكل اللور موتور نيورون يا دكتوره مريم. يعني غالبا هتلاقي بيشت اصلا عندهم بلوميلاتس الافكشن تشوفيها اكتر في اللور لمب، فما بيعملش كل اللور موتور نيورون، ممكن يعمل مثلا لمبر في افكت اللور لمب، يعمل لور موتور نيورون ليشن في اللور لمب، ما بيعملش افكشن لكل اللور موتور نيورون. طيب الديزيز اللي بعده على طول اللي برضه بس فيه افكشن للور موتور نيورون اسمه سباينال ماسكولار اتروفي، ضمور العضلات الشوكي. ممكن تكون سمعت الاسم ده قبل كده، ضمور العضلات الشوكي. كان في برامج من البرامج جاب طفل عنده ضمور العضلات الشوكي ده وجابوا المشكله بتاعتهم، وانه الطفل ده بيبقى عنده لور موتور نيورون ليجن من اول ما بتولد، ومشكلتهم ان العلاج بتاعهم بيكون غالي جدا، بيعتبر اغلى علاج موجود في العالم، في اغلى علاج يعني في علاج منهم مستو ان هو بيتاخد مره واحده بس بيوصل ل 2.2 مليون دولار تقريبا. ده بيشتغل اجنتيك ليفل، وده السبب ان هو غالي بالشكل ده. وحتى هم بيحاولوا هنا في مصر ان هم يرصدوا الحالات الموجوده عندها سباينال ماسكولار اتروفي ويحاولوا ان هم يوفروا لهم العلاج ده، لان في منه اكتر من نوع، مش شرط ان هم يجيبوا اغلى علاج موجود اللي هو ب 2 مليون تقريبا دولار. في حاجات تانية بس مشكلتها انها بتتاخدش مره واحده، في حاجات بتاخد كل كام شهر. بيحاولوا برضو ان هم يوفروا العلاج ده اللي بشغل اجنتيك ليفل. السباينال ماسكولار اتروفي بنعتبره انفانتايل بوليومايلايتس، يعني اللي حصل في البيشنت اللي عنده بوليومايلايتس ده بيحصل عندهم بس انفانتايل، لان المشكله كونجينيتال، المشكله جيناتيك، المشكله ان الطفل ده بيتولد بميوتيشن في جين معين. الجين ده اسمه SM1 جين. الSM1 جين ده اختصار لسيرفايفل موتور نيرون جين، وده اوتوزومال ريسيسيف. يعني ايه اوتوزومال ريسيسيف؟ يعني علشان يظهر الصفه، عشان يظهر الديزيز لازم يورث التو اليلز من التو بيرنت ديفكتد، فيهم العيب، فيهم الميوتيشن. يعني لازم الSM1 جين النسخة الكوبي اللي واخدها من المزر والكوبي اللي واخدها من الفزر يكونوا الاثنين فيها ميوتيشن. الفكرة ان الجين ده is important for important او الجين ده مهم او لما يبقى فيه ميوتيشن absent للبروتين اللي بيطلع من الSM1 جين ده بيبدأ يحصل للventral horn أو الanterior horn cells أو الventral horn يبدأ يحصل له bilateral degeneration. والأطفال دول يبدأوا يتولدوا أطفال تيجي الأم تشتكي لك تقول لك أنا حاسة أن ابنها أو بنتها فلوبي بيبي. فلوبي بيبي في muscle weakness، ما فيش أي تون في المصل. تيجي تحاول ترضعه تلاقي فيه weak suckling، مش قادر يرضع. تيجي تتتبع الـ developmental milestones بتاعته تلاقي ما بعرفش يرفع رقبته، ما بقدرش يقعد، ما فيش تطور للموتور developmental milestones. فتيجي تبص تلاقي انه عنده spinal muscular atrophy. المشكله مش في المشكله او الموتور افكشن هنا، البرين عنده سليم، الكورتيكو سباينال تراكت الابر موتور نيرون ما فيهاش مشكله، المشكله تحت في اللور موتور نيرون. bilateral lower motor neuron او anterior horn cells حصل لها degeneration بسبب defect بيكون autosomal recessive. لازم علشان يظهر
ضمور العضل اللي بيسموه ضمور العضل النخاعي ده لازم يكون وارث التو أليلز من الأب والأم، الاثنين ميوتيتد. لا، الجين ده لو هو لو ما في حالة عدم وجوده أو لو هو أبسنت بيبدأ يحصل للأنتيرو هورن سيلز أو الفيترال هورن سيلز، يبدأ يحصل لها ديجنريشن. ولو حصل ديجنريشن تلاقي الطفل مولود، الأم تيجي تقول لك إن حاسة إن الطفل فلاسد، الطفل فلوبي بيبي، في مشكله في الرضاعه، فطبعا هيبقى في مشكله في النيوتريشن، وفي مشكله في الـ في الـ في الـ في ماسل ويكنس، نوع لور موتور نيرون. تيجي تتتبع الموتور ديفلوبمنت ماينس سونز بتاعتها تلاقيه مش نفس المفروض يحصل في نفس سنه. في مشكله، تلاقي مثلا في مشكله في انه يعمل سبورت للهيد او النك، في مشكله في انه يقعد، في انه يعمل رولينج، في مشكله في الموتور ديفلوبمنتال مايلستونز. تيجي تروح لحد بتاع النيورو يبص يلاقي انه في بايلاترال ديجريشن للور موتور نيرون ديو تو سباينال ماسكولار اتروفي، لاسمتين اسمه فيرتينج هوفمان ديزيز. العلاج اللي كنت بقول لكم ده يعتبر اغلى علاج في العالم، اللي بيوصل في الحقنه اللي بتتاخد مره واحده ده بيشتغل ات جينيتك ليفل، انه بيبدا يزود الاكسبريشن اوف ذس جين. ف الفلوب بيبي بقى عنده مشكله في السكلينج. ده بالنسبة للسباينال ماسكولار اتروفي او الفيرتينج هوفمان سيندروم. الاثنين لور موتور نيورون ليجن اونلي، ده ديو تو فايرال انفكشن، وده ديو تو ده ديو تو جينيتك ديزيز نوع اوتوزومال ريسيسيف في جين اسمه SMN1 جين، سيرفايفل موتور نيورون جين. للاسف اغلبهم وبالذات without treatment ممكن ما يكملش حتى سنة وحصل ديس. لانه برضه في بعض الاحيان بيحصل انفولفمنت برضه للريسبيراتوري ماسلز ويخشوا في ريسبيراتوري فيلير، بالاضافه انه بيبقى فيه بور نوتريشن، وده لسه طفل رضيع الموضوع بدا عنده كونجنتال او لسه اول ما اتولد. فاغلبهم لو وزاوت تريتمنت ممكن يحصل ديس خلال اول 1 يير. حتى الحقنه اللي بقول لكم عليها دي علشان تتاخد بدوه غالبا قبل سن سنتين، اللي هو انا مش فاكر اسمها ايه بالظبط، بس هي بتزود الاكسبريشن بتشال اجنتيك ليفل، بتزود الاكسبريشن اوف ذس جين. طيب بالظبط اللور موتور نيرون او موتور نيرون ليجن بيأفكت موتور سيستم، وبيكون لور موتور نوع لور موتور نيرون ليجن. كان في كذا طفل طلعوا بقى ورا بعض كده، ما هو انا بس انا فاكر ان القصه بدات انه في طفل جابوه في برنامج، وبدا بعد كده الموضوع ده كل شويه تلاقيه على الفيس وبيحاولوا ان هم يعملوا حسابات في البنوك بحيث ان هم يلموا حق الحقنه دي، بتوصل تقريبا حاجه و30 مليون، يعني مبلغ برده مش قليل. بالظبط احنا بنتكلم على سباينال كورد ليجن يا شباب، احنا بنتكلم على سباينال كورد ليجن. في بعض الليجن انا هتكلم عنها دلوقتي ممكن تأفكت حاجه بره السباينال كورد، بس انا ساعتها هقول لك. لكن احنا لغايه هذه اللحظه بنتكلم عن سباينال كورد ليجن. فالاثنين دول بيعملوا لور موتور نيرون ليجن، واحد بيكون ديو تو فايرال انفكشن، والثاني بيكون ديو تو جيناتيك اوتوزومال ريسيسيف ميوتيشن. طيب ده بالنسبة للاثنين دول اللي هنتكلم عنه بعد كده. ديزيز اسمه تيبس دورسالس. التيبس دورسالس ده اللي حضر منكم معايا قبل كده مايكرو اكيد سمع التيبس دورسالس واحنا بنتكلم عن السيفيلس، ولا بيقول ان في مايكرو اورجانيزم حاجة اسمها تروبنيما باليدم، ده كان تبع تقسيمها في الميكروبيولوجي بنقول سبايروكيتال انفكشن، يعني كان شكله بيكون سبايرال سبايروكيتال انفكشن. مايكرو اورجانيزم اسمه تروبنيما باليدم. تروبنيما باليدم ده بيعمل زيز اسمه سيفلس، والسيفلس ده كان ليه أكتر من فيز، برايمري سيفلس، سكندري سيفلس، وفي ليت سيفلس، والليت
سوري ليتنت سيفلس، واخر مرحله في السيفلس اسمها تيرشري سيفلس اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، اللي بيحصل فيها نيورو سيفلس، اللي بيحصل فيها التيبز دورسالس. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط في التيبز دورسالس؟ التيبز دورسالس لما تيجي تبص المشكله اللي بتحصل برضه بيكون بايلاترال، بايلاترال افكشن لايه؟ للدورسال كولم، الدورسال كولم اهو بايلاترال بيحصل له افكشن، بالاضافه بايلاترال افكشن للدورسال روت. بايلاترال افكشن للدورسال كولم مع بايلاترال افكشن للدورسال روت. انا لسه قايل لك من شويه ان كل اللي بتكلم عنه دلوقتي سباينال كورد ليجن، هزود لك بس معلومه عن التيبز دورسالس وهجيب سيرتها تاني وانا بتكلم عن الكرينيال نيرف وانا بتكلم عن اللايت ريفلكس، ان في نيوكليس مهمه فور لايت ريفلكس. النيوكليس دي محتاجها عشان يحصل اللايت ريفلكس which is a protective reflex، ان لما اجيب لايت اجيب تورش واوجه لايت لعينيك علشان يعتبر البروتكتيف ريفلكس ربنا عمله لنا علشان ما يبقاش فيه اكسسيف لايت يعدي من خلال البيوبل ممكن يعمل دامج للفوتو ريسبتورز الموجوده في الريتنا، فبيحصل كده بروتكتيف ريفلكس، يحصل بيوبل كونستريكشن، ده اسمه لايت ريفلكس. هنتكلم عن تفاصيل والافرنت والايفرنت بتو في الكرينيال نيرف المحاضره الجايه. اللايت ريفلكس ده محتاج الى نيوكليوس هنتكلم عنها برضه في البصويل ده اسمها بريتوكتال نيوكليوس عشان يحصل الميوزس او البيوبل كونستركشن لما اوجه اللايت لعينيك. دي كمان بيحصل لها هنا افكشن في حاله التيبز دورسالس. طيب تعال نعرف ايه بقى اللي بيحصل في التيبز دورسالس بعد ما عرفنا اللي بيحصل بايلاترال افكشن للدورسال كولون. الدورسال كولون ده المفروض ان هو شايل فاين تاتش بروبسبشن فايبريشن بروبسبشن، والدورسال روت اللي هو المفروض ان هو شايل السنسيشن اللي جايه من خلال السنسوري بصوي اللي هتعدي هنا في الدورسال روت من خلال الدورسال روت عشان توصل للبرين علشان يقدر يعمل انتربريتيشن للسنسوري انفورميشن دي. طيب فالتيبز دورسالس اما نيجي نشوف ايه اللي بيحصل فيه، قبل ما اقول لك ايه الفايندنج اللي هنشوفها هنا في التيبز دورسالس عايز بس ااكد لك معلومه انه غالبا الافكشن اللي بيحصل او الليجن اللي بتحصل في السباينال كورد في حاله التيبز دورسالس بتكون ات لامبر كورد ليفل، وده السبب ان اغلب مشاكل البيشنت عندهم تيبز دورسالس بتكون في اللور لمب. ليه؟ لانه غالبا بيأفكت ات لامبر كورد ليفل. طيب تعال نشوف ايه اللي بيحصل لامبر كورد ليفل، اللي المفروض لو جيت تبص احنا لسه قايلين دلوقتي ان بيحصل بايلاترال افكشن للدورسال كولم، ساعتها المفروض في الدورسال كولم في اللامبر ليفل اشوف جراسيل ولا جراسيل وكونيت، اشوف جراسيل فقط، وبالتالي هيبقى افكت هيأفكت اللور لمب، ومعظم مشاكل البيشن عندهم تيبز دورسالس بتكون في اللور لمب. ليه؟ لانه غالبا بيكون ات لامبر كورد ليفل. طب البيشنت هيكون عنده ايه؟ البيشنت هيكون عنده، هيجي يقول لي في الكيس ان البيشنت عنده حاجه اسمها سنسوري اتاكسيا مع جيت بنشوفها في البيشنت عندهم تيبز دورسالس ساعات، او الاسم اللي بقينا بنستخدمه دلوقتي بيقول عليها تاكيبتيك جيت. اقول لك ليه سنسوري اتاكسيا وليه البيشنت بيعمل الجيت دي او بياخد الجيت دي، ياخد الخطوات دي اللي اسمها تاكيبتيك جيت. بيبقى في حاجه اسمها بوزيتيف رومبرج ساين، ودي سببها السنسوري اتاكسيا. ايه البوزيتيف رومبرج ساين؟ هشرحها لك دلوقتي وعليها سؤال في الورد. بيكون عندهم شوتنج بين على الرغم من ان الدورسال روت هنا حصل له افكشن وديجنريشن اللي هو بيشيل السنسيشن اللي من ضمنها البين، لانه من ضمن الحاجات اللي بيجي يشتكي منها البيشنت عنده تيبز دورسالس يقول لك ان انا عندي في سيفير بين شوتنج بين، بيقعد لدقائق او ساعات يقعد ساعه او ساعتين وبعد كده يروح لوحده. شوتنج بين ساعات بيجي يشتكي منهم البيشنت عندهم تيبز دورسالس. البيشنت دول كمان يقول لك في الكيس اللي عندهم ابسنت ديب تندر ريفلكس، الحاجات اللي احنا شرحنا فيها يبقى في ابسنت ديب دنتال ريفلكس ريفلكس او هايبر ريفلكس قبل كده، يبقى في لور موتور نيورون ليجن. ليه؟ لان اللور موتور نيورون از ا كومبوننت في ريفلكس ارك، هو يعتبر كومبوننت، هو الايفرنت موتور نيورون هو اللور موتور نيورون. تاني حاجه هتكلم عنها النهارده وتشوف معاها ابسنت ديب دنتال ريفلكس هو التيبز دورسالس، بس هنا ليه؟ هنا لانه الافرنت سنسوري نيرون هو اللي افكتد،
يعني في اللور موتور نيورون الايفرنت موتور نيورون كان هو اللي افكتد لانه بارت من الريفلكس ارك. هنا اللي افكتد هو الافرنت سنسوري نيورون هو اللي افكتد. فتلاقي مع البيشنت ابسنت ديب تندر ريفلكس على حسب الليفل اللي حصل فيه الليشن. اتفقنا مور كومنلي افكت ات لامبر كورد ليفل. تلاقي معاه حاجه اسمها ارجايل روبرتسون بيوبل نسميها بروستيتيوت بيوبل. واقول لك ليه بنقول عليها بروستيتيوت بيوبل؟ اكوموديت بات دازنت رياكت. نفس الاتيتيود بتاعت البروستيتيوت فسميناها بروستيتيوت بيوبل. ساعات تلاقي مع البيشن دول شارك جوينت. يعني ايه شارك جوينت؟ اعرفك دلوقتي وايه سببه. الكلام اللي انا بقوله ده العناوين فقط اللي موجوده دي هي اللي موجوده عندك في الفيرست ايد. الفيرست ايد مش شارح لك اي حاجه من اللي موجوده قدامه في البي دي اف ولا انا اشرحها لك دلوقتي، وكاتب لك بس العناوين اللي انا كاتبها دلوقتي. طيب تعال ناخدها واحده واحده. اتفقنا انه بايلاترال ديجنيشن للدوس الكولم، من اتفقنا انه ات لامبر كورد ليفل الجراسيل المسؤوله انها تكاري الفاين تاتش والفايبريشن والبروبيوسبشن. اكتر مشكله بتبقى في التيبز دوسالس هو اللوس اوف بروبيوسبشن سنسيشن. البروبيوسبشن يعني ايه؟ البروبيوسبشن هو السنس، السنس ان البرين يسنس بوزيشن اوف يور فيت ان سبيس او بوزيشن اوف يور فيت اون ذا جراوند. ده اسمه بروبيوسبشن. عندك حاجتين بيوصلهم سنسوري انفورميشن ريجاردنج البروبيوسبشن، السيربرال كورتكس والتاني السيربيلم. في سنسوري باسوي انا ما بشرحهوش كحاجه اساسيه من الشرح، انا دايما بشرحه كسايد نوت، حاجه اسمها سباينو سيربيلر باسوي. واضح كده ان بيبتدي من السباينال كورد وبيروح للسيربيلم. بدي سنسوري بريبيوسبتيف انبوت للسيربيلم، لان السيربيلم ده كلنا عارفين ان المخيخ وظيفته الاهم بالنسبه لك انه يكيب يور بالانس ويساعدك في الكوردينيتد موفمنت. ده لي قصه وحوار معانا محاضره خاصه بالسيربيلم والسيربيلر ليجن. من ضمن البصوية اللي بتحصل هنا بتبقى موجوده في السباينال كورد عليها سباينو سيربيلر باسوي، ان حاجه بتوصل سنسوري بريبيوسبتيف انبوت للسيربيلم. المخيخ ده عشان يكيب يور بالانس وتساعدك ان انت تبرفورم كوردينيتد موفمنت محتاج انه يوصل له بريبيوسبتيف انبوت يعرف من خلالها البروبيوسبتيف او البوزيشن اوف يور فيت اون ذا جراوند. بالاضافه انه بيوصل له فيجوال انبوت من خلال الاي يعرف برضه بيوصل له فيجوال انبوت محتاج برضه انه يكيب يور بالانس. في ثيرد انبوت هنشرحه في واحنا بنتكلم على الفيسيبل كوكلر نيرف، فيسيبلر انبوت بيوصل برضه للسيربيلم. كل الانبوت دي بتوصل للسيربيلم وتساعدك ان انت كيب يور بالانس وان انت تبرفورم كوردينيتد موفمنت. الباسوي ده اللي اسمه سباينو سيربيلر باسوي برضه عباره عن 3 اوردر نيورون بس يختلف عن الاذر سنسوري باسوي اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. اولا ان مفيش كروسنج، وبالتالي لو حصل ليجن الباسوي ده دايما هيكون ابسيلاترال. اتاكسيا يعني ايه كلمه اتاكسيا؟ اي يعني نو، وتاكسيا يعني كوردينيشن. في لوس للكوردينيشن نتيجه انه فقد البروبيوسبتيف سنسوري انبوت اللي وصلوا من خلال هذا البصوي للسباينوس سيربيلر بصوي. الفرست اوردر نيورون برضه الدورسال روت جانجليون الاكسونز بتاعته بتوصل للنيوكليس اسمها كلاركس نيوكليس، وكلاركس نيوكليس دي بتروح للسيربيلم تجيله سنسوري بروبيوسبتيف انبوت من خلالها بيعرف البوزيشن اوف يور فيت اون ذا جراوند. فالسيربيلم والسيربرا كورتكس الاثنين بيوصل لهم سنسوري بروبيوسبتيف انبوت علشان يكيب عشان تقدر من خلالها تكيب يور بالانس اند كوردينيتد موفمنت. طيب اللي حصل هنا ايه في التيبس دورسالس؟ انه البروبيوسبتيف انبوت اللي بوصل للسيربرا كورتكس من خلال الدورسال كولم افكتد. الحاجه الثانيه انه الدورسال روت ات لامبر كورد ليفل اللي من خلاله السباينو سيربيلر باسوي بيوصل بريبيوسبتيف انبوت للسيربيلم كمان افكتد. وبالتالي حاجه مهمه جدا في الكيس اوف تيبس دورسالس انه يقول لك البيشنت عنده سنسوري اتاكسيا. في نوعين من انواع الاتاكسيا لا اذكرهم في النيورو اناتومي، مهم ان انت تبقى عارف الفرق ما بينهم. سنسوري اتاكسيا وسيربيلر اتاكسيا. اللوس اوف كوردينيشن المقصود بكلمه اتاكسيا ايه يعني انه اتاكسيا يعني كوردينيشن يؤدي ان انت عندك فقدان للتوازن ويحصل وعندك امبالانس ولوس للكوردينيشن. ممكن يكون المشكله في السيربيلم نفسه
يعني السيربلر اتاكس يعني، او تكون مشكله في السنسوري بريسبتيف انبوت اللي بيوصل للسيربلر فسميها هنا سنسوري اتاكسيا، لكن دي بسميها سيربلر اتاكسيا. ركز بقى معايا في الجايه دي، افرق ازاي ما بينهم ان السنسوري اتاكسيا اللي بتبقى بنقولها في البيشنت عندهم تيبز ورسالس، البيشنت يقدر يكمبنسيت اللوس اوف سنسوري بريسبتيف انبوت من خلال الفيجوال انبوت اللي بيوصل له من خلال الاي، وده اللي على طول اللي هنستفيد منه هنا لما نيجي نتكلم عن البوست برومبرج ساين. ساين مهمة جدا جدا وعليها سؤال في اليولد. البوس برومبرج ساين يا ساين تقدر تخليك تفرق ما بين السنسوري اتاكسيا والسيربلر اتاكسيا. البيش انت عنده سيربلر اتاكسيا ما يقدرش يحكيه بالبالانس بتاعه، سواء هو فاتح عينيه او هو قافل عينيه، لان المشكلة في السيربلر نفسه. اما البيش انت عنده سنسوري اتاكسيا هتعمل الرومبرج ساين تلاقيها بوستف. ايه الرومبرج ساين؟ انت هتجيب البيشنت وتخليه يضم رجليه جنب بعض وتوقفه قدامك، تخليك انت واقف وراه عشان تلحقه لما يفقد اتزانه، وهو الاي اوبن وفاتح عينيه، في فيجوال انبوت بيوصل للسيربلم يكمبنسيت اللوس اوف بروبيوسبتيف انبوت يخليه يقدر يكيب هيز بالانس. لكن السنسوري اتاكسيا في بوست برومبرج ساين ان اول ما تطلب من البيشنت انه يغمض عينيه ما عادش فيه فيجوال انبوت، ساعتها يفقد اتزانه. البوست برومبرج ساين تقول ان دي سنسوري اتاكسيا بسبب لوست للسنسوري بريسبتيف انبوت اللي بوصل للسيربلم. المشكله مش في السيربلم، لان المشكله لو في السيربلم مش هيقدر يكيب ولا يكمبنسيت هيز بالانس والاي اوبن. دي اسمها بوست برومبرج ساين، بنشوفها مع الحاجات اللي بتعمل سنسوري اتاكسيا، بنشوفها مع التيبز دورسالس. يبقى ناقصني ايه في اول اتنين يعتبر شرحت تفاصيلهم؟ يبقى ناقصني ايه؟ التكابت الجيد دي. ولكن البيشنت اللي عندهم تيبز دورسالس بسبب لوس للسنسوري بيروبيسيتيف انبوت، تلاقي الجيد بتاعته وايد بيز، يعني المسافه ما بين رجل والثانيه بتبقى وايد بيز، وهو وتلاقيه كمان الجيد بتاعته الخطوه بتاعته وهو بينزل برجليه بيخبط في الارض، بيقول عليها تكبتك جيد. ليه؟ لانه بيحاول يعوض انه حصل لوس للسنسوري بيروبيسيتيف انبوت من خلال انه الجيت بتاعته دي كانه بيعمل كانه زي ما بيقولوا ساعات بيقول عليها كمان في ستامب جيت، عامل زي اللي بيطبع طابع بريد كده في ظرف ولا حاجه، دي اسمها تكبت الجيت. بيحاول انه عنده مشكله في الوصل للبروسيسيف انبوت فيعمل الجيت دي، يعني كانه بيحاول انه ياخد باله من خطوته من خلال لا الشافلنج جيت حاجه تانية خالص. الباركنسونيزم هنبقى نشرحها في الباركنسونيزم ونعرف سبب الشافلنج جيت في الباركنسونيزم، بس دي ديفرنت جيت، دي اسمها تكبتك جيت. تلاقي الجيت بتاعته وايد بيز ويخبط برجله على الارض، بيحاول يسنس مكان رجله على الارض لانه فقد الكلام ده بسبب ديجنريشن الدورسال كولم والدورسال روت ات لو ات لامبر كورد ليفل. فعرفنا دلوقتي ايه سبب السنسوري اتاكس، ايه هي البوست اوف رومبرج ساين، وان احنا بنستخدمها في ان احنا نفرق ما بين السنسوري اتاكسيا والسيربلر اتاكسيا، وعرفنا ايه هي التكبتك جيت. طيب تعالى لبقيه الحاجات اللي ممكن نشوفها مع التيبز ورسالس. شوتنج بين، ساعات البيشنت عندهم تيبز ورسالس يقول لك ان انا ساعات بيجي لي سيفير بين مش قادر اتحمله، يقعد دقايق وفي بعض الأحيان يقعد ساعة ولا ساعتين ويروح لوحده. شوتينج بين سببه إنه الدورسال روت اللي حصلها ديجنريشن في التيبز دورسالز دي ات لامبر كورد ليفل، ساعات بيحصل لها سبونتينيوس اكتوبيك فايرنج توصل بين سنسيشن من خلال تأدي إنه يحس بسيفير شوتينج بين من خلال اكتوبك ابنورمال فايرنج للديجنريت الدورسال روت. فالبيشنت يجي يقول انه بيحس بشوتينج بين على الرغم انه المفروض ما يحصل ديجنريشن للدورسال روت، يفقد كل السنسيشن في الليفل ده، وفعلا بيحصل لوس لمعظم السنسيشن ات ليفل ده. لكن لقينا انه بيشنت عندهم تيبز ورسال ساعات يشتكي من سيفير شوتينج بين، ممكن يقعد مينتس ممكن يقعد اورز، بيكون سبب الكلام ده ان الديجنريت الدورسال روت ساعات بعض الاحيان يحصل منها اكتوبك
اكتوبك سبونتينيوس فايرنج يؤدي ان يحصل سيفير بين. طيب ما احنا اتفقنا دكتور محمد انه اغلب السيمتومز هنا والفايندنج هنا بالنسبه لل بالظبط كاريتيشن من خلال المضيم ماليزيد برسروت. فعلا اغلب الفايننج بالنسبه للتيبس دورسالس دكتور محمد بتكون في اللور لامب بسبب انه موست كومنلي افكت اللامبر فيرتبري. طيب فده بالنسبه للشوتينج بين. اللي بعدها البيشن ده ممكن تيجي تعمل له ديب تندر ريفلكسس اللي يبقى مسؤول عنها اللامبر فيرتبري تلاقيها ابسنت. المشكله هنا مش في الموتور او الافرنت نيرون, مشكله هنا في الافرنت. ليه؟ لانه الافرنت هنا افكتد. الدورسال روت اللي هو الافرنت سنسر نيرون اللي يعتبر بالنسبه للريفلكس ارك هنا هو الافرنت نيرون. الافرنت سنسر نيرون حصل له ديجنريشن ات لامبر كوردي ليفل. فتبص في بعض الاحيان تلاقي انه في ابسنت ديب دنتال ريفلكسس. طيب الارجايل روبرتسون بيوبل هنشرحها برضو تاني اما نيجي نتكلم عن الكرينيال نيرف. نشرح تاني ايه هو الارج, واحنا بنتكلم تقريبا على الاوكلوموتور نيرف هنتكلم والاوبتيك نيرف هنتكلم تاني على ارجايل روبرتسون بيوبل. بس انا عايز اقترب دلوقتي ايه هو الارجايل روبرتسون بيوبل وليه بيقول عليها بروستيتيود بيوبل. المعنى السافل المقصود من بروستيتيود بيوبل انه البيوبل بتاع الاشخاص اللي عندهم تيب زورسالس بياخد الاتيتيود بتاعت البروستيتيود. البروستيتيود دي بتعيش لها ليله بتاكوموديت فيها بس doesn't react. تعالى بقى نفهم ايه انا مش هفسر اكتر من كده بس انت ممكن تفهم من خلال انت تعرف يعني ايه ارجايل روبرتسون بيوبل. ارجايل روبرتسون بيوبل انا لما جيت اتكلم دلوقتي عن حاجات اللي بتبقى افكتد قلت هو الدورسال كولوم والدورسال روت. قلت لك ان في حاجه كمان هرجع اجيبها لك تاني في البصوي وانا بتاع اللايت ريفلكس, حاجه اسمها بريتكتال نيوكليوس. البريتكتال نيوكليس دي كمان بيحصل لها ديجنريشن ودي مهمه في اللايت ريفلكس. انت عندك تو ريفلكس ربنا عاملهم لنا كل واحد ليه ميزه واهميه. اللايت ريفلكس ده قلت لك ان ربنا عامله لك وليه بروتكتيف, يعتبر بروتكتيف ريفلكس بيحميك ان انت متعرض لفجاه لايت شديد يحصل بيوبل كونستريكشن يحمي ان الاشعه الزياده دي من اللايت ممكن تعمل لك دامج للفوتوريسبتورز بتاعه الريتنا. حاجه اسمها اكوموديشن أو ما يسمى بالنير ريسبونس, إنما يبقى فيه حاجة كده وقربها قدامك النير عشان تقدر تشوف الحاجة أو النير أوبجكت اللي قدامك ده. بحصل ثلاث حاجات هنتكلم عنه في المحاضرة الجاية. حاجة اسمها أكوموديشن بتغير الكيرفيتشر بتاعت اللينس عشان محتاج إلى هاير أوبتيك باور لللينس. بيحصل كونفرجنس تلاقي عينيك الميديال ريكتاي بتاعت المصل بتاخد عينيك لجوه يحصل لها كونفرجنس وبيحصل ميوزس. ايه العامل المشترك ما بين اللايت ريفلكس والنير ريفلكس؟ ان بيحصل ميوزس, بيحصل بيوبل كونستريكشن, بيحصل دي اللي حدقت العين. طيب ايه علاقه الكلام ده باللي انت بتقوله؟ ان فقط اللايت ريفلكس اللي الميوزس فيه ضيق حدقه العين محتاج الى بريتكتال نيوكليوس, والكلام ده هيبقى اوضح لما اوريك البصوي المحاضره الجايه. ده اللي بقى فيه بريتكتال نيوكليوس. البيوبل كونستريكشن في النير ريفلكس مش محتاج الى بريتكتال نيوكليوس, فقط انت اوكيو موتور نيرف هيعمل لك من خلال السمسارك الباراسمسارك فايبرز بتعمل بيوبل كونستريكشن ديك لحركه العين. فاللي محتاج فيه بريتكتال نيوكليوس هو اللايت ريفلكس. فالمقصود هنا بارجايل روبرتسون بيوبل ان بيحصل بيوبل كونستريكشن مع الاكوموديشن مع النير ريفلكس. تيجي تقرب حاجة من الشخص ده تلاقي ان بيحصل بتوجي تبص على حدقة العين بتاعته تلاقي فيه بيوبل كونستركشن ودي لحدقة العين, وتيجي تجيب التورش توجهه لعينه مفيش رياكشن للبيوبل, مفيش بيوبل كونستركشن doesn't react لللايت بيحصل بيوبل كونستركشن. فنقول accommodate but doesn't react. الراجل اللي سمى البروستيتيوت بيوبل كان دماغه شمال شويه فقام مسميها بروستيتيوت بيوبل, ولكن البيوبل هنا بتاكت كالبروستيتيوت بتاكوموديت بس دازنت رياكت. بس البيوبل كونستركشن مع الاكوموديشن لكن نو بيوبل كونستركشن مع اللايت ريفلكس. ليه؟ لانه اللايت ريفلكس هو اللي محتاج البريتكتال نيوكليس اللي تبقى افكتد في التيبس دورسالس. يبقى ارجايل روبرتسون بيوبل مهم عليها سؤال في اليولد لسه اشرحها لك تاني وانا بتكلم عن اللايت ريفلكس في المحاضره الجايه واحنا بنتكلم عن الكرينيال نيرف. ايه المقصود بالكلام ده؟ لان عندي تو ريفلكس
حاجه اسمها اكوموديشن ريفلكس وحاجه اسمها لايت ريفلكس. في كلا الحالتين كومبوننت من ريفلكس يحصل بيوبل كونستريكشن. اما وجه اللايت يحصل بروتكتيف بيوبل كونستريكشن عشان يقلل اللايت اللي يخش العين فما يحصلش ديستراكشن ودامج للفوتوريسبتورز الموجوده في الريتنا. والنير ريسبونس ان انا موجه حاجه خليك تشوف حاجه قريبه منك بيحصل ثلاث حاجات هنتكلم عنهم المحاضره الجايه. التشينج للكيرفيتشر بتاعه اللينس محتاج الى هاي اوبتيك باور من اللينس. يحصل كونفرجنس تو ميديا ريكتاي يحصل لهم كونتراكشن ويخلوا العين يحصل لهم كونفرجنس عشان اشوف الحاجه اللي قدامي دي. وبيحصل بيوبل كونستريكشن يحصل مايوسس. الفكره انه اللايت ريفلكس هو اللي محتاج البريتكتال نيوكليس. الاكوموديشن او النير ريسبونس مش محتاج الى البريتكتال نيوكليس. فالبيوبل عند الاشخاص عندهم ارجايد روبرتسون بيوبل البيوبل بتاكوموديت في النير ريفلكس بس دازنت رياكت تو لايت. مفيش بيوبل كونستركشن مع اللايت اسمها ارجايل روبرتسون بيوبل بروستيتوتس بيوبل. طيب الشارك جوينت ايه قصه الشارك جوينت دي؟ النتيجه ان حصل بايلاترال ديشنيشن الدورسال روت ات لامبر كورد ليفل فبحصل لوس للسنسيشن في المكان ده. طيب الجوينت اللي من ضمن الحاجات اللي بتخليك تعتبر بروتكتيف برضه بروتكتيف سنسيشن ربنا عمله لك. قلت لك كتير انه في حاجات ربنا عملها لك بروتكتيف مش تحس بيها غير اما تفقدها. اقل مثال هنا في الشارك جوينت ان انت تبقى واقف على رجلك شويه نص ساعه رجليك تبقى تقعد. تبقى واقف وقفه غلط تحس بين تظبط. البروتكتيف سنسيشن اللي بتحس بيه من خلال البين ده فتخليك تقعد تريح الجوينت تريح تمنع انه تتحرك تعمل تعمل حركه غلط تافكت الجوينت. الكلام ده بيحصل له النص في البيشنت عندهم بريزور سالس فيؤدي انه يحصل ديجنريشن للجوينت ممكن يؤدي في النهايه ان يحصل ديفورميتي في الجوينت ده اسمه شارك جوينت. ايه سببه؟ لوس للبروتكتيف سنسيشن اوف بين نتيجه انه حصل ديجنريشن للدورسال روت ات لامبر كورد ليفل يبقى عندهم كمان شارك جوينت. يبقى التيبس دورسالس السبب مايكرو اورجانيزم اسمه تروبونيما بارادم احد السبايروكيتال مايكرو اورجانيزم بتعمل افكشن للدورسال كولم المسؤول عن التاتش والفايبريشن بروبيوسبشن. القصه كلها قاعدين بنلف وندور حوالين بالذات البروبيوسبشن وكذلك الدورسال رود ومعاهم نيوكليس موجوده في برين ستام اسمها بريتكتال نيوكليس. انا بعيده كله اهو دكتور احمد استنوا بس دقيقه انا بعيد لكم كل التيبز رسائل صاهم. الفاينلي هيجي يقول لي البيشنت عنده سنسوري اتاكسيا. ايه سنسوري اتاكسيا؟ انه البيشنت عنده لوست للبالانس نتيجه انه في لوست للسنسوري انبوت بتاع البروبيوسبشن مش حاسس برجليه فين على الارض. سواء السيربرا كورتكس او السيربيلم. السنسوري اتاكسيا افرقها عن السيربيلم اتاكسيا ان البيشنت يقدر يكمبنسيت من خلال الفيجوال انبوت وفتح عينيه يقدر يحافظ على البالانس بتاعه. اول ما يقفل عينيه يحصل لوس للبالانس ويقع. بنعملها باستخدام موست اوف رومبرج ساين. هتخلي البيشنت يقف قدامك اللي جنب بعض فاتح عينيه يقدر يكيب البالانس. اول ما يقفل عينيه يفقد البالانس بتاعه. ليه؟ عنده سنسوري اتاكسيا. لو عنده سيربيلر اتاكسيا لا فتح ولا قفل عينيه يقدر يكيب البالانس. احنا بنعتمد في موست اوف رومبرج ساين في كومبنسيشن من الاي. شوتينج بين بسبب irritation و spontaneous firing من الديميلينيتد او الديجنريتد دورسال روت على الرغم المفروض يحصل loss للسنسيشن as a level بس لقينا انه ساعات بيجي يشتكي يقول لك ان في سيفير شوتينج بين لدقايق وفي بعض الاحيان يقعد ساعات وبعد كده يختفي. loss للديب تندر ريفلكسز. ليه؟ لانه الافرنت او السنسوري افرنت روت فيه مشكله فيبقى في ابسنت ديب دنتال ريفلكسز. ارجع روبرتسون بيوبل البيوبل كونستراكشن في تو ريفلكسز الاكوموديشن واللايت ريفلكس يحصل له لوس واللايت ريفلكس على الرغم ان هو موجود في الـ في الـ في الـ في الاكوموديشن. الاكوموديشن اكوموديت بس دازنت رياكت تو لايت يحصل بيوبل كونستراكشن بس يحصل بيوبل كونستراكشن مع الاكوموديشن نسميها بروستيتيوت بيوبل بتاكوموديت بس دازنت رياكت. شاركوت جوينت بسبب اللوس اوف بروتكتيف افكت بتاع سنسيشن اوف بين ودي من نعم ربنا عليك الى انه فبالتالي يحمل على الجوينت يبدا يحصل ديجنريشن للجوينت ينتج في النهايه انه يحصل بروجريسيف ديجنريشن اند ديفورميتي للجوينت. طيب كده خلصنا التيبس دورسالس.
انا ما قلتش ان في سيربلم افكشن، انا قلت ان في مشكله في الـ في الـ في الدورسال روت at this level اللي هو lumbar cord level، ان يوصل السنسوري انبوت بتاعت الجوينت للسربلم. في loss للسنسوري انبوت انا ما كتبتش خالص ان في افكشن للسربلم، انا قلت سنسوري اتاكسيا نوت سربلم اتاكسيا. لو انت عايز تعرف الاكوموديشن ايه هو الاكوموديشن بالظبط يا دكتور محمد، مش هشرح لك، اشرح لك المحاضره الجايه، اشرح لك كل كومبوننت بتاع الاكوموديشن. انا عارف هو انت موضوع الاكوموديشن عشان ما ركزتش عليه لان انا مش هشرحه معاك دلوقتي، اشرحه لك المحاضره الجايه. فنركز الاكوموديشن المحاضره الجايه، ما تقلقش اشرحه لك بالتفصيل، واشرح لك ليه اللينس بيحصل تشينج ريفراكتيف باور والكونفرجنس يعني ايه بالظبط، والبيوبل كونستراكشن ما تقلقش. انا ما انا يعني مجرد ان انا جبت سيرته كده سريعا علشان بس اوضح لك الارجيت روبسون بيوبل. احنا قلنا اسمها بروستيتيوس بيبل بسبب موضوع الاكوموديشن، في اكوموديشن بات دازنت رياكت. موضوع ليه اسمها بروستيتيوس بيبل واكوموديشن دازنت رياكت، ما اقدرش اتكلم اكتر من كده. انتوا تفهموا بقى، وكل واحد ودماغه. اسمها ارشارد روبرتسون بسبب العالم اللي اكتشفها، سماها ارشارد روبرتسون. لا احنا ما جبناش صور لور موتو نيرون يا جماعه، احنا اتكلمنا على الدورس الكولون والدورس الروت مع بريتيبتا نيوكليوس. اللي بعده الاي ال اس اميوتروفيك لاترال سكلروسس. اميوتروفيك لاترال سكلروسس اشهر واحد افكتد بالديزيز ده، كلنا عارفين ستيفن هوكينج بتاع الفيزيكس، واعتبر اكتر واحد عاش بالديزيز ده على وجه الارض. عن الديزيز ده اول ما طلع كانوا بيقولوا لاي حد افكتد بيه قدامك سنتين ثلاثة ماكسيمو خمس سنين. أكتر واحد عاش بالديزيز ده هو ستيفن هوكينج. ليه اسم تاني اسمه لو جيركز ديزيز، لأنه أول واحد في اليو اس افكتد بالإي ال اس كان لعيب بيسبول شهير في أمريكا اسمه لو جيرج، فسموه باسمه لأنه هو أول واحد مشهور افكتد بالديزيز ده. الأميوتروفيك لاترال سكلروزس، الأميوتروفيك لاترال سكلروزس سمي بهذا الاسم اميوتروفيك، اي يعني نو وميو يعني مصل، وتروفيك لان المصلز بتاعت الاشخاص دول بيبدا يحصل لها اتروفي، ولاترال لان اللاترال كورتيكوس بين سباينال تراكت بتبقى افكتد. فيوضح لك اسم الديزيز ان هذا الديزيز هو سباينال كورد ليجن بتكون بيور موتور ليجن. حلو في الكيس بالنسبه لي من اسهل حاجات اللي ممكن احلها على سباينال كورد ليجن. ليه؟ لأن فيها حاجة مش طبيعية مع حاجة كده مميزة لي مش هتشوفها غير فيه في الـ ALS، إنه بيور موتور ليجن. كلمة بيور أقصد بيها إنه without sensory affection، مش هجيب لك خالص إن فيه sensory loss، مشاكله كلها موتور. الحاجة المميزة لي إنه أنا متعود كل لما أجي أقرأ الكيس وأقول إن في باريسس أو ويكنس، أقعد بقى أركز وأشوف هل دي سباستيك، هل دي فلاسيد، هل هايبر ريفلكسيا، هايبر ريفلكسيا، بص بابينسكي ساين، فاسيكوليشن، أتروفي. أجي أبص في الكيس أوف أميوتروفيك لاترال سكلروسس الـ ALS ألاقي إن فيها ميكس ما بين الاثنين. ميكس ما بين الأبر موتور نيورون واللور موتور نيورون. تلاقي فلاسيد باراليسس مع سباستيك باراليسس في نفس الوقت، تلاقي فاسيكليشن مع هايبر ريفلكسيا في نفس الوقت. فاللوجرجس ديزيز اللوجرجس او الاسم الاشهر الاي ال اس اميوتروفيك لاترال سكلروسس بيحصل بيور موتور افكشن. ابر موتور نيرون لاترال كورتيكو سباينال تراكت مع اللور موتور نيرون في نفس الوقت without any sensory finding. مش هيقول لك في الكيس ان سنسوري فايندنج، لا يقول لك في الكيس انه في لوس للسنسيشن، نو باول اور بلادر ديفيسيت، اونلي موتور افكشن. ميكس غريب وعجيب ما بين ابر موتور نيورون واللور موتور نيورون. طيب في هنا برضه تكايه عايز اوضحها لك، انه انه
الايلس زي ما قلت على التيبس دورسالس ان مور كوملي في اللامبر كورد ليفل، فالاي ال اس مور كوملي يافكت السيرفايكال كورد ليفل، وبالتالي ده السبب ان اغلب اللي عندهم اي ال اس تي تبص تلاقي ان اللور موتور نيرون تبقى موجوده ات ذا ليفل اوف ذا ليشن اللي هي السيرفايكال، فتلاقي الابر ليمب فيها لور موتور نيرون ليشن، فيها فلاسل باراليسس، فيها اتروفي، والابر موتور نيرون هتكون بلو الليفل اوبزليشن. تبص تلاقي السباستيك باراليسس اللي هيذكره هتلاقيه في الابر ليمب، هتلاقي هايبر ريفلكس في اللور ليمب، ممكن تشوف بص بابلسك ساين في اللور ليمب. اشمعنى؟ لان الاي ال اس مور كوملي افكت السيرفايكال كورد ليفل، بيأفكت الابر واللور، اللور دايما ابس وبايلاترال، من ساعتها قاعدين بنتكلم بايلاترال. طالما بيحصل السيرفايكال ليفل ات ذا ليفل هلاقي اللور موتور نيرون، في تبص تلاقي الابر ليمب فيها فلاس باراليسس، فيها هايبروفليكسيا، فيها اتروفي مسل اتروفي اميوتروفيك، ودي تبص تلاقي اللور ليمب فيها سباستيك باراليسس هايبر ريفلكس، ممكن تشوف بص بابلسك ساين وزود سنسري سيمبتومز only pure motor disease على طول في الكيس ALS. اول ما تشوف الميكس الغريب العجيب ده اللي انت مش متعود عليه، فلاسيد مع سباستيك، هايبرفليكسيا مع هايبرفليكسيا، غالبا الفلاسيد والهايبرفليكسيا فوق في الابر ليمب، ليه؟ لانه مور كومنلي افكت السيرفايكال ليفل في الالسر ليفل اوف ذا ليجن، واللور ليمب تلاقي سباستيك باراليسيس مع هايبرفليكسيا، افكر فيه الاميوتروفيك لاترال سكلروزس. طيب شويه بقى معلومات كلينيكال بس عشان تبقى متخيل الوضع، ان ليه ال اس ده مش شخص بيتولد بالديزيز، ما هوش جيناتيك او مش حاجه بيتولد بيها، ده مور كوملي افكت ميدل ايجد، ميدل ايجد بيشنت، يعني الناس اللي عارفه ستيفن هاكينج من يوم ما اتولدت وهو شايفاه بالمنظر ده على الكرسي، والماسلز بتاعته الابر لم فيها باراليسس وفيها اتروفي واضح. وبالمناسبة كمان أنا نسيت أقول لك كمان إنه الأبر موتور نيرون مش بس اللي بيبقى أفكتد هو الكورتيكو سباينال، لا كمان الكورتيكو بالبر، يعني بيبقى أفكشن كمان للموتور نيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرف، يعني دول بقى عندهم ديس أرثريا، في مشكلة في الكلام. لو أنت فاكرين أيام ما كان ستيفن هاكينج عايش، كان شركة مايكروسوفت كانت عاملة له جهاز يقدر يتكلم وكأنه صوته، فعندهم ديسارثيا، عندهم ديسفيشيا. من أكتر أسباب الدس في الـ ALS، وأنا قلت لك أنه الإكسبكتنسي بتاعتهم مش كبيرة، ممكن لغاية مثلا 5 سنين ولا حاجة ماكسيمم، ويعتبر أكتر واحد عاش فيهم، أشهر سبب للدس هو أسبيريشن نيمونيا، بسبب أن في مشكلة في السوالنج، ممكن يحصل اسبيريشن لأورال سكريشن، تعمل له اسبيريشن نيمونيا ويحصل عندهم ريكارنت اسبيريشن نيمونيا، ده الموست كومن كوز اوف ديس. فما بتردوش كده، ده منظر ستيفن هاوكينج وهو لسه شاب ومتجوز. بعد كده تقريبا في العشرينات جاله الديزيز خلاه ويل تشير باوند، نتيجه انه عنده موتور افكشن لور موتور نيرون، اور موتور نيرون، بالاضافه انه في مشكله كمان في الموتور نيوكلياي اللي وصل لها اور موتور نيرون، ديس ارثيا، ديسفيجيا. اتبقى ايه؟ اتبقى بس معلومتين عايز اوضحهم موجودين عندك في الفرست ايد. اول موضوع، لا ما قلتش، انا قلت ان هو مش كونجنتال، وانا لسه اصبر عليا اتش، اصبر. الايلس حتى هذه اللحظه سبب او الاكزاكت كوز اوف ايه اللي اصلا ما نعرفوش. لما تيجي تقرا عن الاي ال اس اقول لك انه حتى هذه اللحظه احنا طلعنا حوالي 20 25 جين بنعتقد انه هم ممكن يكونوا ريليتد للاي ال اس. وبرده من فتره قريبه كان اتعمل كامبين للفاندنج للريسيرش بتاع الاي ال اس، الناس في اليو اس تتبرع علشان الريسيرش يتعمل على الاي ال اس عشان يعرفوا، او يبقى في مور ريسيرش على السبب وعلى التريتمنت، لانه حتى هذه اللحظه مو تريتمنت للاي ال اس.
حتى هذه اللحظه الدراج اللي افيلابل في اي ال اس اللي اسمه رايليزول ده بيكستند اللايف اكسبكتنسي من شهرين ل 20 شهر. تخيل هتقول لي بيشنت بيشنت يقول لك انا في امل ان انا اعيش كذا سنه او اخد دراج يزود اللايف اكسبكتنسي، تقول له الدراج اللي افيلابل حاجه اسمها رايليزول، ده بيشتغل على اكسيتاتور نيورو ترانسميتر اسمه جلوتاميد، ده احد الحاجات السيري اللي بيحطوها من ضمن الاسباب. انا قلت لك اكزاكت كوز انون، واتعمل ريسيرش دلوقتي على البوسبل كوزز اوف اي ال اس او الاكزاكت ميكانيزم اللي بيحصل في الاي ال اس. من ضمن الحاجات اللي موجوده ان الاكسيتاتور نيورو ترانسميتر ده اللي اسمه جلوتاميد بيحصل بيبقى موجود بكميه كبيره، يؤدي ان يحصل اكسيتاتوري توكسيستي للموتور نيرونز ويعمل دامج للابر واللور موتور نيرون. فما طلعنا الدراج اشتغل جلوتاميد انتاجونست اسمه رايليزول، لقينا اما عملنا تو جروبس، جروب كان بياخد رايلوزول وجروب كان بياخد بلاسيبو كنترول جروب، لقينا فعلا اللي خدوا الرايلوزول زاد اللايف اكسبكتنسي، بس هتقول له هيزودك شهرين 10 شهور 20 شهر، هي دي اللي لقيناها الـ 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 بالنسبه للرايلوزول، وده اللي افيلبل حاليا بالنسبه للاي ال اس، نو ديفينيتيف تريتمنت حتى هذه اللحظه فور اي ال اس. حتى من ضمن السيريس الموجودة السطر اللي موجود عندك في الفيرست ايد يقول لك ضمن الحاجات اللي احنا بنعتقد انه في حاجة بتشتغل في جسمك كأنتي أوكسيدنت، حاجة اسمها سوبر أوكسيد ديسموتيز بتشتغل كأنتي أوكسيدنت تقلل الأوكسيديتيف دامج اللي بتعمل الأوكسيدين في راديكلز. فبنعتقد انه اما الأنتي أوكسيدنت ده يبقى فيه مشكلة الأوكسيدين في راديكلز تعمل دامج للأبر موتور نيرون لور موتور نيرون، بس ده واحد من ضمن السيروس كتيرة موجودة للإي ال اس، ولسه لغاية هذه اللحظة الريسيرش شغال على الإكزاكت كوز وإن يبقى فيه أفيلابل تريتمنت. اللي يهمني في القصة دي كلها الإي ال اس بيور موتور ليجن، ميكس غريب وعجيب ما بين أبر موتور نيرون واللور موتور نيرون، غالبا اللور موتور نيرون أبر لمب واللور سوري اللور موتور نيرون أبر لمب وأبر موتور نيرون في اللور لمب without any sensory affection the case of ALS. وشكرا. طيب في أي مشكلة لغاية دلوقتي قبل ما أخلص الصفحة اللي بعدها؟ هنمشيهم صفحة صفحة كده، ولا عايز يسأل أي سؤال يسأل ما بين الصفحة واللي بعدها؟ وتقول لي يا دكتورة ندى إنه السطر اللي موجود عندك في الفيرست ايد ده، حاولي كده بعد المحاضرة تعملي سيرش على الإكزاكت كوز أوف إي إل إس، هتلاقي حاجات كتيرة بتتكلم وممكن حتى ما تشوفيش السبب الموجود في الفيرست ايد ده اللي هو ديفكت في السوبر أوكسيد ديسموتيز، ومن الجينز بيعتقدوا إن ليها علاقة بالإي إل إس. السبب الموجود في الفيرست ايد السوبر اوكسيد ديسموتيز هو انزيم ليه دور مهم كانتي اوكسيدنت ان يور بادي، بيحميك من اوكسيدين في راديكلز. الاوكسيدين في راديكلز بتعمل دامج للسيلز، بتيجي عند السيل ممبرين وتعمل حاجه اسمها ليبر بروكسيديشن، والسيلز مش تعيش من غير سيل ممبرين، تعمل دامج للسيل ممبرين. فبنعتقد انه او الفيرست ايد قال لك انه بنعتقد انه من ضمن الاسباب ديفكت في السوبر اوكسيد ديسموتيز يؤدي انه يبقى في اكسيديتيف دامج للابر موتور نيرون واللور موتور نيرون، بس ده من ضمن حاجات كتيره مفروضه للكوز او الاكزاكت كوز اوف اي ال اس. تمام. طيب الصفحه اللي بعدها جلوتاميت انتاجونست للدكتوره مريم، صح انه من ضمن السيرس برضو اللي لو عملت سيرش عن الموضوع هتلاقي من ضمن السيرس جلوتاميت نيوروتوكسيستين. فما بندي جلوتاميت انتاجونست بيزود اللايف اكسبكتنسي، بس برضو لو قريت في الموضوع هيقول لك مش قد كده، شهرين 19 شهر او 20 شهر. الانتيرو سباينال ارتري اوكلوجن، الانتيروس فاينال ارتري اوكلوجن ده قبل ما اكلمك عنه، ده السباينال كورد اهو، السباينال كورد سيكشن قدامك، ده الدورسال كولوم اهو،
الموجود فيه جراسيل وكونيت يمين وشمال، وبعد كده الجزء اللي قدام ده كله بنقول عليه فينترولاترال او انتيرولاترال. طيب عايز اقول ايه؟ عايز اقول ان في ارترس بتغذي البوسير ده او الدورس الكولهم، وفي ارتري بيغذي الفينترولاترال او الانتيرولاترال. اللي بيدي بلاد سبلاي للبوسير كولهم اسمه تو بوسيرو سباينال ارتريز، واللي بيدي الانتيرولاترال اسمه انتيرو سباينال ارتري which is a branch من الاورتا. طيب انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن انتيرو سباينال ارتري اوكلوجن. ان الانتيرو سباينال ارتري الموضوع مش محتاج ذكاء ان تعرف ان هو بيدي الانتيرولاترال، والتو بوسيرو بيدي للبوسيرو اسمه anterior anterior وبصير عندي بصير. ان anterior spinal artery ده حصل له occlusion، ايه اسبابه؟ ممكن يكون due to thrombus formation، ممكن atherosclerosis مع hypertension مع diabetes يحصل occlusion anterior spinal artery. وفي بعض الاحيان يحصل كcomplication لsurgery vascular surgery، مشهور عنها ان بيحصل لص لكميه كبيره من البلد، وممكن احتاج ان انا اعمل كلامبنج الاورطة اللي هو اصلا الانتير سباينال ارتري برانش منه. ابدومن الاورطة انوريزم دخلت سيرجري وعملت له ريبير، معروف عن السيرجري دي اللي بيحصل لص للارج فوليوم اوف بلد، ممكن اعمل كلامبنج للاورطة ديورنج السيرجري فيقل، يحصل اسكيميك سيستميك هايبوتنشن يقلل البلد فلو اللي بوصل للانتيرو لاترال بارت فيحصل له انفاركشن. الانتيرو سباينال ارتري اوكلوجن ان الجزء الانتيرو لاترال حصل فيه اسكيميا ادت ان يحصل فيه انفاركشن، ينتج عن ذلك انه التراكت اللي موجوده انتيرو لاترال سواء موتور او سنسوري هيبقى افكتد. ممكن اقولها لك بطريقه ثانيه، انه كل النيورال بصوي اللي انا اتكلمت عنها هتبقى افكتد ما عدا مين اللي هيبقى سبيرد، مين اللي هيبقى سبيرد من خلال الشاد؟ دورسال كولم. ليه بيجي له بلاد سبلاي من تو سباينال ارتريز مش وان انتيرو سباينال، تو سباينال ارتريز. دورسال كولم المسؤول عن التاتش والفاين تاتش والفايبريشن بروبيوسبشن بتبقى سبيرد. وبالتالي الكيس لما حب يجيبها لي في الانتيريور سباينال ارتري اوكلوجن، وان كان مش من ضمن المواضيع المشهوره عندنا كاسئله في كوشن من قسم 1 ولا قسم 2، هيجي يقول لي في الكيس ان كنت بقول في الاي ال اس بيور، احنا قلنا الدورس كله من الدكتوره دينا من البوسير سباينال ارتري، تو بوسير سباينال ارتري بيدوا الدورس كله ككومبليكيشن وارده وردة جدا الدكتور مصطفى، انه الاورتيك انوريزم ده بسبب السيفير هايبوتنشن اللي ممكن يحصل ديورنج سيرجري. ودي ما هو انت هتخش تعمل ريبير للانوريزم، لان انت ما بتعملش ريبير للانوريزم غير في حالات معينه. ممكن البيشنت ساعتها او هو تعرف الكلام ده في السيرجري، البيشنت تبقى ات ريسك انه يحصل انوريزم رابتشر ويموت ما تلحقوش في سيرجري، او تدخله سيرجري وتعمل له اورتيك انوريزم. بيبقى فيه من ضمن الكومبليكيشن بتاعت السيرجري دي بالذات انه بيبقى فيه ممكن يحصل سيفير هايبوتنشن، مش بس يأفكت هنا الانتيرو سبينال ارتري، لا كمان ممكن يأفكت جزء من الباول، حاجه اسمها اكيوت ميزنتريك اسكيميا او اسكيميك كولايتس. انا بشرحها برضه في الجي ار تي، ان في اريا من الباول حاجه اسمها ووتر شيد اريا برضه بتبقى افكتد بالحالات اللي فيها سيفير هايبوبرفيوجن نتيجه الاورتيك انوريزم ريبير سيرجري. فدي كومبليكيشن وارده جدا من هذه السيرجري، معروفه اصلا عن السيرجري دي بالذات الاورتيك انوريزم ريبير. طيب كنت بقول لك ان الاي ال اس بيور موتور افكشن وزاوت سنسوري افكشن، لكن هنا بقى هتشوف برضه نفس الميكس الغريب والعجيب، ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون بايلاترالي. بس المراد اشوف مع ايه؟
bilateral lossless incision اللي بتبقى موجوده هنا اسمها ايه؟ anterior lateral spinal ceramic tract loss bilateral loss للبين and the temperature نتيجه affection للسباينال ceramic tract مع سبير للتاتش والفايبريشن بروبيوسبشن. اذا الايه الانتيريور سباينال ارتري اللي هو الاي اس اي ده بيشنت عنده ميكسد موتور افكشن ابر موتور نيورون ولور موتور نيورون الاثنين مع بعض والسنسوري افكشن بس السنسوري افكشن هنا والموجود فينترو لاترال سباينو سلامك لوس البين اند تمبرتشر مع سبير للتاتش والفايبريشن بروبيوسبشن ده عطول كيس اوف انتيريور سباينال ارتري اوكلوجن. طيب اللي بعده سب اكيوت كومبايند ديجنريشن الاس سي دي موضوع بتشرح اكتر من مره لسه اشرحه لك تاني في الهيماتولوجي اند انكولوجي وانا بشرح الانيميا. الانيميا بنقسمها على حسب الام سي في اللي هو بيديك فكره عن او اندكس عن السايز اوف ار بي سيز المفروض نورمالي من كام 80 ل 100 اقل من 80 اسمها مايكروسيتيك انيميا ما بين ال 80 وال 100 اسمها نورموسيتيك انيميا فوق ال 100 اسمها ماكروسيتيك انيميا. البيشنت هيموجلوبين بتاعه 7 7 ونص 8 والام سي في بتاعه اكتر من 100 ماكروسيتيك انيميا. تيجي تبص على البريفرال بلاد سبير تلاقي هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز عرفك ساعتها ايه سبب ان في هايبر سيجمنتد نيوتروفيلز وليه الار بي سيز هنا بتكون ماكروسيتيك. ايه اشهر سببين بيعملوا الكلام ده؟ فوليك اسيد ديفيشنسي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي دول اشهر اثنين بيعملوا ماكروسيتيك انيميا. فاحنا هنا بنتكلم في سيفير كومبايند ديجنريشن بنتكلم عن كيس اوف انيميا مش انت هقول لك عنده ايزي فاتيجابيلتي ممكن تلاقي عنده ديسنيا هبطان ومدروخ وممكن تلاقي فيه عنده ديسنيا عنده انيميا. الام سي في بتاعه اكتر من 100 لان نوعها ماكروسيتيك اشهر سببين بيعملوا الكلام ده الفوليك اسيد والفيتامين بي 12 ديفيشنسي. بس مين في الاثنين اللي بيجي لك بنيورولوجيك سيمبتومز؟ مين في الاثنين بيجي لك بنيورولوجيك سيمبتومز اللي البرزنتيشن بتاعتها بتبقى فاريبل من مجرد ان حصل نيوروباسي تقول لك حاسه بتنميل وشخشكه او في السيفير كيسز تجي لك باللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي سباينال كورد ليشن سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. الاجابه هو الفوليك اسيد سوري الفيتامين بي 12. الفوليك اسيد هو مجرد ماكروسيتيك انيميا يديله فوليك اسيد شكرا. المشكله الاكبر لما يكون عنده ماكروسيتيك انيميا ويكون جاله بلاستيك انيميا ولسه ما بداش فيه نيورولوجيك سيمبتومز وانت قاعد بتعالجه على انه فوليك اسيد بتديله فوليك اسيد ده ليتر الموضوع ممكن يبروجريس معايا يجي لك بي سيفير نيورولوجيك سيمبتومز في السيفير كيس يجي لك بسباينال كورد ديجنريشن اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. اعرفك دلوقتي ليه اسمها كومبايند ديجنريشن بس عايز اوضح لك حاجه لما اجي اشرح لك الموضوع ده في الهيماتولوجي اند انكولوجي اقول لك ان في حاجات عامل مشتركه هتشوفها في الكيس في الماكروسيتيك انيميا سواء فوليك اسيد او الفيتامين بي 12 من ضمنها ان الاثنين الهيموجلوبين بتاعهم واقع الاثنين الام سي في بتاعهم اكثر من 100 الاثنين بريفرال بلاد سمير هشوف هايبر سيجمنت نيوتروفيلز الاثنين هشوف هاي ليفل اوف هوموسيسين ان ذا بلاد الاثنين هيبقى في هاي ليفل اوف هوموسيسين. ليه؟ لان سواء الفوليك اسيد او الفيتامين بي 12 اللي الاكتف فورم بتاعه او كوفاكتور الاكتف كوفاكتور بتاعه اسمه كوبالمين الاثنين محتاجهم في الميثيونين ميتابوليزم نحول الهوموسيسين تاني للميثيونين وبالتالي لما يحصل عندي ديفيشنسي للفيتامين بي 12 او فوليك اسيد مش هقدر احول الهوموسيسين الى ميثيونين ويزيد الهوموسيسين في البلد لكن افرق منهم من حيث البلاد تيست او اللاب الهجرالي في الكيس ان فقط الفيتامين بي 12 هو اللي بيعلى معاه البيسايل مالونيك اسيد لان عندي انذر بصوي ميتابوليك بصوي بنشرحه في البايو كيمستري اللي من خلاله بحصل ميتابوليزم لحاجه اسمها الفا كيتو اسيد من خلالها الفا كيتو اسيد دي عملها ميتابوليزم ودخلها في السيتريك اسيد سايكل بحول حاجه اسمها مثال مالينوكو اي الى شخص نوكو اي يخش كريبس سايكل واقدر بخلاله اكون اي تي بي ده بيحتاج الى فيتامين بي 12 ده بيحتاجش الى فوليك اسيد
وبالتالي لو عندي فيتامين بي 12 هيزيد المصايل الملكو اي. وبالتالي في الكيسز لما احب يجيب لي فوليك اسيد هلاقي سواء فوليك اسيد او فيتامين بي 12 ديفيشنسي الاثنين بيزيد الهوموسيستين. لكن لما يقول لي ماكروسيتك انيميا هايبرسيبيتد نيوتروفيلز ومعاها الليفيتد هوموسيستين ليفل مع مصايل كل ملكو اي, ما ينفعش نقول حاجه ثانيه غير فيتامين بي 12. بس والله انا مش بقول لك المعلومه دي اللي هي تعتبر اصلها بايو كيمستري عشان اقول لك ان بيبقى في اللي بيتد مصادر مالكو ايه في الكيس. لا انا بشرح لك الهدف تاني. انت تعرف ليه الفوليك اسيد ما فيهوش نيورولوجيك سيمبتومز والفيتامين بي 12 هو اللي فيه نيورولوجيك سيمبتومز؟ بسبب المعلم ده المصادر مالكو ايه. المصادر مالكو ايه معروف عنه ما بيزيد بيكون توكسيك للمايلين شيز, وسبب النيورولوجيك سيمبتومز اللي بتشوفها في البيشنت عندهم فيتامين بي 12 ديفيشنسي. النيورولوجيك افكشن في الفيتامين بي 12 ديفيشنسي از فاريبل. في المايلد كيس ممكن تيجي تشيكن شويه نيوروباثي, في السيفير كيس تيجي تشيكن من اس سي دي سي سب اكيوت كومبايند ديجنريشن. ليه سموه كومبايند ديجنريشن؟ لان بيحصل ديجنريشن والمسال مالكو ايه بيبدا يعمل ديجنريشن لكومبايند نيورال بصوي, واحد سيننج واحد اسيننج. واحد سيننج احنا ما عندناش غير واحد سيننج جاي من فوق من البرين اسمه كورتيكو سباينال تراكت. وبالتالي السب اكيو كومبايند ديجنريشن اشوف معاه ابر موتور نيرون ساينس. كومبايند ديسيننج واسيننج, الاسيننج هيطلع مين؟ الدورسال كولم المسؤول عن التاتش والفايبريشن بروبوسيشن. ثالث بصوي هو سباينو سيربلر بصوي اللي انا شرحته من شويه اما قلت المسؤول انه يودي فيجوال بروبوسيتيف انبوت للسيربلر, فتلاقي كمان معاهم اتاكس جديد. سو هنا الحفظ احنا قلنا السب اكيو كومبايند جينيشن هو اس سي دي مع افكشن لثري بصوي السباينو كورد اس او سي تي. الاس سباينو سيربلر فيجي لك بقى اتاكس جديد, السي كورتيكو سباينال هو ابر موتور نيرون ديسيندنج بصوي ولسه حسبناه كومبايند ديسيندنج بصوي لكورتيكو سباينال فابر موتور نيرون, واسيندنج بصوي هو الدورس كولم فاحسب امبيرمنت للتاتش والفايبريشن بروسيشن. احنا قلنا يا جماعه سباينو سيربلر دي تراكت توصل سنسوري انبوت, ما قلتش ان بيحصل افكشن للسيربلم, ففي هنا سنسوري اتاكس يعني. طيب SCD فبيجي لك كيس لبيشنت عنده نيجالو بلاسك انيميا هايبر سيجمنت نيوتروفيلز لو هيموجلوبين هاي ام سي في فوق ال 100 مع النيوروجيك سيمبتومز اللي احنا قلناها دي, اعرف على طول ان دي كيس اوف فيتامين بي 12 ديفيشنسي. في كيس موجوده في الولد جاب لك نفس الكيس دي وجاب لك مجموعه من السبينال كورد بالصور اللي قدامك دي وانت تختار. لا اعتقد جابها مع التيبس دورسالس, تيبس دورسالس جاب لك كيس اوف تيبس دورسالس وجاب لك مجموعه من السبينال كورد اللي واضح فيها الليجن بايلاترال وجاب لك التيبس دورسالس. ما احنا قلنا البرزنتيشن اوف فيتامين بي 12 از فاريبل, في المايلد فورم ممكن يعمل بريفرنت نيوروباثي وفي السيفير فورم يعمل اس سي دي سب اكيو كومبايند ديجنريشن. هنا حصل افكشن للدورسال كولم اهو وكورتيكو سباينال تراكت اهو والسباينو سيربلر تراكت اهو. اخر واحد بقى قبل ما ناخد البريك, اخر واحد قبل البريك سرينجو مايليا. سرينجو مايليا كلمه سيرنس معناها ايه؟ معناها كافيتيشن. سيرنس معناها كافيتيشن, سيستيك دايليتيشن كافيتيشن لمين؟ ده السباينال كورد, ده الجراي ماتر وده الوايت ماتر, ده الجراي ماتر اهي وده الوايت ماتر اهي. تعال الاول نورمال سباينال كورد اهو, اللي في النص ده اسمه ايه؟ اسمها سنترال كانال اوف سباينال كورد. المفروض نورمالي تكون بالشكل اللي قدامك ده. اللي بيحصل في السباينال كورد في بعض الاحيان يكون ديو تو كونجينيتال كوز, وبعض الاحيان يكون ديو تو اكوايرد كوز. اكوايرد كوز ده ممكن يكون انفكشن, ممكن يكون هيمرج, حاجات كثيره ممكن تكون اكوايرد. بس كونجينيتال معلش في حاجه شرحناها في اول محاضره قلت خلي بالكم هسالكم في السرينجوميليا دي بتكون اسوشيتد مع حاجه كونجينيتال هي ايه؟ حد فاكرها؟
سرينج ميل يعني ممكن تشوفها كونجنتال اسوشيتد مع ارنولد كياري مالفورميشن تايب 1 بالظبط. فليحصل ان السنترا كارين اوسبينال كورد دي تبقى بالمنظر اللي قدامك ده سيرنس يعني كافيتيشن يحصل سيستم ديليتيشن اند كافيتيشن اوف سنترا كارين اوف سبينال كورد. ما تبدا تاكسباند هتبدا تعمل ايه؟ هتبدا تعمل افكشن للتراكت اللي موجود حواليها. تبتدي بمين؟ انا بكيس اوف سرينجوميليا هتجي لك تيبيكال كيس باللي انا هقوله لك دلوقتي، لكن الباقي اللي موجود تحت ده بنعتبره في الليت كيسز، مش مع كل التيبيكال كيس اوف سرينجوميليا، مش كل كيس اوف سرينجوميليا بتشوف معها ابر موتور نيورون او لور موتور نيورون او هورن سندروم. ده في الليت كيسز، لما تبدا تاكسباند اكتر واكتر فتبدا تعمل او تانفولف مور تراكت موجوده في السباينال كورد. لكن التيبيكال كيس انه السنترال كانال اوف سباينال كورد اللي موجود هنا موجود قدامها على طول حاجه اسمها فنترال او انتير واكوم مشر. الفنترال او الواكوم مشر ده المكان اللي بيحصل فيه كروسنج المين السباينو سيراميك تراكت. عندي هنا من اليمين من اليمين سباينو سيراميك تراكت بيحصل لها كروسنج هنا سواء ليفت او رايت الاثنين بيتقابلوا هنا بيحصل لهم كروسنج هنا في الانتيروايد كومبشر فبيحصل كافيتيشن للسنتر كارير سباينال كورد. اول حاجه في التيبيكال كيس تبقى افكتد هو انتربشن bilateral interruption للcrossing fibers bilateral interruption للcrossing fibers of spinal cerebellar tract وهي معدية في الانتيرو وايد كومبشر. طيب معلومة برضه عشان تبقى متخيل الموضوع سرينجوميليا مور كومن تو افكت عن السيرفايكال كورد ليفل عن السيرفايكال كورد ليفل. فتلاقي الليفل اللي افكتد حصل فيه لوس للبين انت تمبرشر تلاقيه واخد الابر شيست بالابر باك عن السيرفايكال ليفل واخد معاه الابر لمب الفور ارم والارم بينك لوس للبين انت تمبرشر. الله يا دكتور انت قايل انه السباينال سلام بسوي الافكشن فيها بيكون بلو ليفل اوسيليشن. معلش ركز انا ما قلتش ان السباين سيراميك تراكت نفسها اللي موجوده انتيرو لاترال هي اللي افكتد. انا بقول لك عند الليفل ده اللي هو السيرفايكال كورد ليفل اللي حصل له افكشن او انترابشن هنا انا قلت السباين سيراميك تراكت نفسها لا انا قلت كروسنج فايبرز اللي بعديها في الانتيرو واكوم مشر في الليفل ده السباين سيراميك تراكت الباقيه طالعه عادي ما فيهاش مشكله في اللور ليفل ما فيش مشكله. مشكلتي في الكروسنج فايبرز في الليفل ده بالسيرفايكال كورد ليفل بتحصل مور كومنلي في السيرفايكال ليفل وده سبب ان احنا بيسموا لوس اوف بين اند تمبرشر في البين ده شاول لايك ديستريبيوشن. ساعات تقول عليها كيب لايك ديستريبيوشن الشاول اللي هو بالعربي الشال ما دي تحط شال كده المكان اللي تحط عليه الشال الابر باك والارم والفور ارم يحصل فيهم لوس للبين انت تمبرشر ساعات يسموها شيب لايك ديستريبيوشن لوس للبين انت تمبرشر. فاللوس اوف سنسيشن هنا للبين انت تمبرشر جبت سيره بروبيوسبشن ولا تاتش ولا فايبريشن الاجابه لا. طيب التيبكال كيس بتاعتها ايه؟ يقول لك غالبا بيجيبوها مع فيميل علشان تمشي مع مع المعنى اللي اقوله لك ده. ولكن في فيميل جايه بتشتكي ان في مالتيبل بيرن في ايديها ان هير هاند تيجي تطبخ تيجي تحضر كوبايه القهوه بتقلب بدل المعلقه بايديها ولا حاسه باي حاجه تقلب كوبايه الشاي بالقهوه بايديها ولا حاسه باي حاجه حصل لوس البيت انت تمبرشر في الديستريبيوشن ده. بيقول لك ان في مالتيبل بيرن ان هير هاند وايل كوكينج اور بيكينج اب التي اور كوفي ده التيبكال كيس بتاع السرينجوميليا
اتفاق ممكن يكون كونشنتر ممكن يكون اكوايرد. ليه بقى ممكن الاكستنشن ده انفولف اللور موتور نيرون هنا ينفولف اللاترال كورتيكو سباينال تراكت والابر موتور نيرون هنا، ولانها موجوده ان سيرفايكال ليفل فموجوده اباف التي 1. فليت ممكن البيشنت يجي لي بي اللور موتور نيرون غالبا هيأفكت الابر لمب، ابر موتور نيرون غالبا هيأفكت اللور لمب، ابسي لاترال هورنر سندروم لان هي مور كومن اصلا تي سيرفايكال اباف التي 1 لما تعمل افكشن للديسيندنج هيبستروك فايبرز. اخر حاجه ممكن البيشنت يبقى عندها سكوليوزس، تبص على السكيلتال ديفورميتي اللي تبص على الباك بتاعها تلاقيه رايح لا ناحيه الجنب بالشكل ده اسمه سكوليوزس. السكيلتال ديفورميتي مش دي هنا مش المشكله في البون نفسه، المشكله في الماسلز اللي بتكيب نورمال بوزيشن للفيرتبرال كولوم اللي فيها باراليسس بارس البارا فيرتبرال ماسلز فيحصل سايدورد كيرفيتشر للفيرتبرا كولوم واللي عليه سكوليوزس. لكن تيبيكال كيس غالبا بيجيبها في ميل بتطبخ مش حاسه بالتمبرشر، في مالتيبل بيرن موجوده في ايديها نص اوبين ان تمبرشر شاور لاين ديستريبيوشن ذا كيس اوف سترينج ميل ليت ممكن افكت اللور موتور نيرون ابر موتور نيرون بالسن هيبسر فايبرز ممكن تي بي سكوليوزس ذا كيس اوف سترينج ميل مور كومن فين في السيرفايكال كورد ليفل. طيب كده خلصنا النص الاولاني من محاضره النهارده، حد عنده اي اسئله؟ طيب يلا شباب نخلص نخلص السباينال كورد، ان احنا نتكلم عن الكودا اكواينا نعتبر كده خلصنا، يعتبر خلصنا السباينال كورد. الجزء اللي باقي هو الكودا اكواينا، ممكن نخلص الكودا اكواينا ونحل ونسيب البرين ستيم كله نبتدي المحاضره الجايه. الكودا اكواينا كنت اديتك فكره عن ايه كودا اكواينا، احنا قلنا ان احنا عندنا كام بير من السباينال نيرف، عندنا 31 بير من السباينال نيرف. كنا قلنا ان احنا عندنا 31 بير من السباينال نيرف. كانت السباينال نيرف دي بتطلع من حاجه اسمها انتر فيرتبرال فورامنا، تطلع من الانتر فيرتبرال فورامنا. عندك من كل سباينال نيرف بير من كل سباينال نيرف، لما تيجي تقارن السباينال نيرف بالفيرتبري هتلاقي ان انت عندك 31 بير من السباينال نيرف و33 فيرتبري. طيب في فرق كده ما بين الاثنين 2 فيرتبري، وما تيجي تقارن كمان السباينال نيرف بالفيرتبري هتلاقي ان انت عندك بالنسبه للسباينال نيرف 8 12 5 5 1، في حين الفيرتبري تلاقي ان انت عندك 7 مش 8 12 5 5. بس الفرق انه الكوكسجيال ما بيكونش وان، احنا عندنا وان كوكسجيال نيرف، لكن الكوكسكس دي عباره عن بون، البون دي في الاساس عباره عن فور فيوزد بون. فتلاحظ الفرق ما بين 31 33 2، بالاضافه انه مش انت عندك هنا 8 سيرفايكال نيرف روت وهنا 7 سيرفايكال، يبقى 3 الثلاثه دول او الثلاثه دول هنا في 1 كوكسجيل، الثلاثه دول بالنسبه للفيرتبرال بون مع وان كوكسجيل دي بيحصل لهم فيوجن مع بعض ودي الكوكسكس اللي هو عباره عن فور فيوز بون. في 31 بير من السباينال نيرف بيطلعوا من انتر فيرتبرال فورامنا. واديتك معلومه قلت لك هتبقى مهمه مرين نتكلم عن الديسك هرنيشن، ان السباينال نيرف لما تيجي تبص السباينال نيرف دي بيحصل لها اكزيتنج من الفيرتبري فين بالظبط، هتلاقي ان من السي 1 up to C7
السباينال نيرف روت بيحصل لها اكزيتنج اباف الكورسبوندنج فيرتبري، فدي تبص تلاقي ان سي 1 بيحصل لها اكزيتنج اباف السيرفايكال فيرتبري سي 1 وسي 2 اباف، سي 3 اباف، سي 4 اباف، سي 5 اباف، سي 6 اباف، سي 6 اباف. عندنا 8 سيرفايكال نيرف روت، لكن الفيرتبري عندك اونلي 7، only 7. فالسي 7 طلع above 7 vertebrae، يجي السي 8 يدور على على الكورسبوندنج vertebrae المفروض يطلع فوقها ما يلاقيش، فبالتالي يبقى موجود below سي 7. فالسي 1 up to سي 7 السيرفايكال نيرف روت طالع above كورسبوندنج vertebrae. من اول السي 8 وكل اللي تحت السي 8 هتلاقي ان النيرف سباينال نيرف روت خارج او حصل له اكستنج بلو الكورسبوندنج فيرتبري. فمن السي 1 لغايه السي 7 لما جينا اتكلمنا لقينا موجودين اباف النيرف روت. السي 8 تي 1 قول بقى اي ليفل هتلاقي النيرف روت ده بيحصل له اكستنج بلو الكورسبوندنج فيرتبري. طيب وقلنا كمان معلومه، يعتبر كل الكلام اللي انا بقوله ده عادي الكلام اللي انا قلته قبل كده، انه السباينال كورد لما تيجي تبص عليه هتلاقي انه الاند اوف سباينال كورد ليفل بيكون ما بين اللور ليفل اوف ال1 فيرتبري والابر ليفل اوف السكند لامبر فيرتبري. يعني السباينال كورد ليفل بينتهي بلو بتوين ال1 وال2. طيب ايه اهميه المعلومه دي؟ احنا قلنا لما نيجي نعمل لامبر بانكتشر تعمل انسرشن للسيرنج اللي من خلالها تاخد سامبل للسي اس اف، انا هاخد السي اس اف ده من اي مكان من السب اركونيد سبيس. بالمناسبه برضو نسيت اقول لكم حاجه، اكتشفت ان انا ما اكدتش عليها وانا بتكلم عن البرين فنتريكولار سيستم. فكده لما كنت بتكلم عن البرين فنتريكولار سيستم قلت ان في اتنين لاترال في السيربرال كورتكس وثيرد فنتريكل وبعد كده فورس فنتريكل. المفروض الكافتس اللي موجوده في البرين وول اللي اسمها البرين فنتريكلز دي عندنا انذر كافيتي موجود في السباينال كورد، وول وكافتي موجود في السبينال كورد. الكافتي ده هو السنترال كانال. يعني كلمتك عن السنترال كانال في السبينال كورد وما قلتلكش دي المفروض وظيفتها ايه. المفروض ان دي فتحه مع الفنتريكولار سيستم اوف او البرين فنتريكولار سيستم وبقى موجود فيها سي اس اف. فانت عندك سي اس اف السيركليتنج في البرين فنتريكولار سيستم بالنسبه للبرين والسنترال كانال اوف سبينال كورد وموجود في السب اركونيت سبيس سواء في البرين او السباينال كورد. موجود في السي في ال في السب اركونيد سبيس سواء في البرين او سباينال كورد. فما بتيجي تاخد انجكشن او تيجي تعمل انجكشن باللامبر بانكشر انت عايز تاخد سي اس اف سامبل من السب اركونيد سبيس. فقلنا ان احنا بنحاول نافويد ان احنا نعمل انجري للسبينال كورد بنحنا ناخد عند الليفل من L3 لغاية L5. ممكن تاخد ما بين L3 L4 ماشي، L4 وال L5 ماشي، L3 وال L4 أو L4 وال L5. كده انت هتأفويد ان انت تعمل انجري للسبينال كورد. وقلت لك معلومة كمان اهو، ما بين L3 وال L4 أو ال L4 وال L5 ده هيكون بلو الليفل اوف سباينال كورد، فهتافويد ان انت تعمل انجري للسباينال كورد. واتفقنا هنعمل عايزين السيرج توصل لفين بالظبط؟ بتوصل للسبيس اللي موجود ما بين تحت الاركونويد على طول ما بين الاركونويد والبيا اسمه ساب اركونويد سبيس. وقلت لك كمان انه معلومه كلينيكلي وبالمناسبه عليها سؤال في الجول ده حلو في محاضره النهارده، انه الاناتوميك لاند مارك اللي بتستخدمها علشان تعمل لامبر بانكشر هو الايليا كريست. الابر بوينت او اعلى بوينت في الايليا كريست، اعلى بوينت في الايليا كريست، اعلى بوينت في الايليا كريست لما تيجي تبص على اعلى بوينت في الايليا كريست وتاخد خط ما بين اعلى بوينت في الايليا كريست انت كده عند الليفل اوف ال4.
تاخد تعمل بقى الانجكشن ما بين ال L4 وال L5، ال L4 وال L3، دول بالنسبه لك سيف ان انت تعمل لامبر بانكشر. طيب حاجه كمان موجوده في الفيرست ايد، قال لك ايه هي اللايرز اللي بتعدي عليها السيرنج لما تعمل لها انسرشن لغايه ما توصل للسبيس اللي هو سب اراكونيد سبيس. قال لك لو جيت تبص على اللايرز دي هتلاقي اول لاير طبيعي انه اول لاير تعدي عليها سيرنج هو السكن، تاني لاير هتعدي عليها هو سب كوتينيوس فات اند فاشيا اللي موجوده على طول اسمها سب كوتينيوس تحت السكن. بعد ما تعدي السكن والسب كوتينيوس فات اند فاشيا هتوصل للثري ليجامنت. خد بالك انت بتدخل بتوين ال L4 وال L5 او ال L3 وال L4، ما بين الفرتبري موجود 3 ليجامنت. اول ليجامنت اللي موجود قدام السباينوس بروسيس على طول، يعني ده فيرتبرال بادي اهو، ده فيرتبرال بادي، وما بين الفيرتبرال بادي واللي تحته في انتر فيرتبرال ديسك، وفي هنا اللي بنقول عليها سباينوس بروسيس. ما بين السباينوس بروسيس وبعضها موجود 3 ليجامنت. اول ليجامنت بيقابلك اللي هو باللون الاحمر ده اللي انا معلم عليه ده قدام السباينوس بروسيس على طول، في ليجامنت اسمه سوبرا سباينوس ليجامنت. تاني ليجامنت موجود ما بين السباينوس بروسيس واللي تحتها سميناه انتر سباينوس ليجامنت. نوصل لاخر ليجامنت بيكون سك ليجامنت اسمه ليجامنتم فليفم. وانت بتخش بالسيرنج بعد ما تعدي السكن والسبكوتينيوس تيشو تعدي اول ليجامنت اللي اسمه سوبرا سباينوس ليجامنت وتعدي الانتر سباينوس ليجامنت، اول ما تعدي السك ليجامنت ده اللي اسمه ليجامنتم فليفم هتحس بصدر ريليز، ان السيرنج حصل لها فجاه كده صدر ريليز. اما حصل الصدر ريليز ده انت وصلت هنا لاول سبيس بنتكلم عنه. السبيس ده اللي اسمه الابيديورال سبيس. اتفقنا ان السباينال كورد والبرين بيكون كفرد ب 3 لايرز اوف مننجيز. اللاير اللي بتبقى موجوده على طول لاصقه طول الوقت في السباينال كورد اسمها بيا ماتر، الام الحنون التندر ماتر، دي دايما لاصقه في البرين والسباينال كورد. واللي بعدها على طول الاراكونيد والام العنكبوتيه، لكن اللاير الاوتر لاير كان اسمها الديورا ماتر، التاف ماذر او الام الجافيه دي اسمها ديورا ماتر. طيب اول ما بتعدي الليجامنت ده اللي اسمه ليجامنتم فليفم في سبيس موجود قبل الديورا ماتر اسمه ايبيديورال سبيس. ده اللي اما يبقى هدفك ان انت تعمل انجكشن لاناسيزيا في الابيديورال اناسيزيا اللي بيسموها التخدير النصفي الابيديورال اناسيزيا، بيعمل انجكشن وعمل بلوكينج للسنسيشن من خلال انه يعمل انجكشن للاناسيزيا هنا في السبيس ده اللي اسمه الابيديورال سبيس. الابيديورال سبيس موجود قبل الديورا ماتر على طول. اول ما بتعمل اول ما السيرنج او سن سيرنج بيعدي الليجامنت فليفم انت موجود في اول سبيس اللي اسمه الابيديورال سبيس. ده لو انت هدفك ان انت تعمل انجكشن للانستيزيا ابيديورال انستيزيا. طيب بعد كده بعد الابيديورا هتعدي الديورا، وبعد الديورا في اللي بعدها الليرة اللي بعدها على طول اسمها الاراكونويد. ما بين الاراكونويد والبيا في سبيس، يبقى اول سبيس قبل الديورا اسمه ايبيديورا، ده لما تكون تعمل انجكشن لايبيديورال انستيزيا، عايز تعمل بلوكينج للسنسيشن في الايبيديورال من خلال انجكشن لانستيزيا في الايبيديورال سبيس. ما بين الاراكونويد والبيا بعد الاراكونويد على طول تحت الاراكونويد في سبيس اسمه سب اراكونويد سبيس، ده هو اللي فيه السي اس اف. عندي سب اراكونويد سبيس موجود هنا في السباينال كورد وفي البرين، ده موجود في السي اس اف. انا هدفي هنا ان انا اعمل لامبر بانكشر، باخد السيرنج ما بين ال L3 وال L4 او ال L4 وال L5 وعدي على اللاير سي سكن سب كوتينيوس تيشو 3 ليجامنت سوبرا سباينوس ليجامنت انتر سباينوس ليجامنت ليجامنت فليفم. اول ما اعدي ليجامنت فليفم انا موجود في الابيديورال سبيس. لما اكون هدفي ان انا اعمل ابيديورال انستيزيا بعمل انجكشن في هذا السبيس.
بعد الابيديورال في ديورا، بعد كده اراكونويد، ما بين الاراكونويد والبيا موجود السب اراكونويد سبيس اللي انا بعمل من خلاله انجكشن للسي اس اف. طيب معلومه بس عشان برضو قلت لك كل حاجه، ان اخر 3 سيجمنت في السباينال كورد دي مسميها كونس ميدلارس، كونس ميدلارس اس 3 واس 4 واس 5 في السباينال كورد دي بنسميها السيجمنت دي من السباينال كورد اسمها كونس ميدلارس، والاربعه سباينال كورد سيجمنت اللي فوقيهم على طول اللي هو لامبر 4 و5، لامبر 4 و5 واس 1 و2 دول أربعة سيجمنت اللي فوق الكونس ميدلارس اسمهم ايبي كونس. انا عندي هنا كونس ميدلارس وده ايبي كونس، دول سيجمنت في السبينال كورد. اللي تحت بقى ده كله فيه هنا سبيس لانه امبريولوجيكالي الجروس اوف بون الفيرتيبرال كولوم البون اسرع من السوفت تيشو اللي هو السبينال كورد، وبالتالي الليفل اوف سبينال كورد انتهى قبل ما ينتهي الفيرتيبرال كولوم، وبالتالي انا عندي هنا سبيس. السبيس ده بيبقى اوكيوبايد بايه؟ بالسباينال نيرف. احنا اتفقنا ان السباينال نيرف اللي طلع هنا اللامبو سيكرال سباينال نيرف دي المفروض انها تطلع بلو كورسبوندينج فيرتيبري. فما اجي ابص هنا الاقي انه مثلا ال ده ال L2 هيفضل يحصل له ديسند في السبيس ده لغايه اما يعدي بلو كورسبوندينج فيرتيبري ال L3 ال L4 ال L5 وكذلك السيكرال. فكولكشن اوف ذيس فايبرز اللي بيحصلها ديسندنج في السبيس ده كولكشن اوف فايبرز دول قلنا انها بتدي شكل الهورس تيلز، فبنسمي المكان ده الكودا ايكواينا اللي هو موضوعنا دلوقتي. كودا ايكواينا ما هو؟ كودا ايكواينا هو عباره عن كولكشن من اللامبو سيكرال نيرف روت اللي بيحصل لها ديسند في السبيس ده قبل ما تخرج من الفيرتيبرال كولم بلو الكورسبوندنج فيرتيبري. كولكشن اوف سباينال نيرف ده هو اللي بيعمل الكودا ايكواينا. طيب الكودا ايكواينا سندروم، كودا ايكواينا سندروم مهم هاي ييلد، عليه تقريبا سؤالين في اليولد، ومهم كمان بالنسبه لك في الستيب 2، وان كان في الستيب 2 ما بنشرحوش في النيورو بنشرحه في الروماتولوجي، بنشرحه ضمن ديفرنشال دايجنوز. لما نيجي نتكلم عن ديفرنشال دايجنوز للو باك بين، كودا ايكواينا سندروم ان يحصل كومبريشن للسباينال نيرف روت دي اللي موجوده في الكودا ايكواينا، لامبو سيكرال نيرف روت اللي موجوده في الكودا ايكواينا. ممكن يكون سبب الهرنيشن من اشهر الاسباب ان في ممكن يكون سبب الكومبريشن على السباينال نيرف من اشهر الاسباب ان في ديسك هرنيشن، ان الديسك اللي موجود ما بين الانتر فيرتيبرال ديسك ده اللي هو الديسك ده حصل له هرنيشن. ممكن يحصل بالسيرو لاترال هرنيشن، ممكن يحصل سنترال هرنيشن، فيعمل كومبريشن على السباينال نيرف روت دي اللي موجوده في الكودا ايكواينا. ممكن يكون ديو تو تيومر، ممكن يكون ديو تو بيشنت عنده تي بي في الميلاري تي بي، لو الميونت سيستم بتاعه وقع يبدا التي بي يحصل له ديسيمينيشن. من ضمن الحاجات اللي بيحصل له ديسيمينيشن فيها التي بي اللامبر فيرتيبري البون اللامبر فيرتيبري فيما يسمى البوتس ديزيز، ويعمل كومبريشن على اللامبو سيكرال نيرف روت الموجوده في الكودا ايكواينا. طيب الفايندنج او البرزنتيشن اللي هيجي بيها البيشنت هيشتكي من ايه؟ اللامبو سيكرال نيرف روت دي لما تيجي تبص تشوف الانرفيشن بتاعها ايه، هتلاقي ان الانرفيشن بتاعها في منه موتور، في منه سنسوري، وفي منه حتى اوتونوميك. لو قلت لك في البدايه خالص لما جينا اتكلم عن الكودا ايكواينا ده، قلت لك ان الكودا ايكواينا ده اصلا بنحطه ضمن الديفرنشال دايجنوز لي لو باك بين، فتلاقي كيس بيتكلم عن بيشنت عنده لو باك بين. فالفاين كده تلاقيها في الكيس ممكن تلاقي موتور مانيفستيشن، سنسور مانيفستيشن، وحتى اوتونوميك مانيفستيشن. موتور مانيفستيشن لان السباينال نيرف دي في اللامبو سيكرال بتعمل لامبو سيكرال بلكسس بتدي موتور انرفيشن للور لمب، فالبيشنت ممكن يكون عنده يونيلاترال اور بايلاترال لور موتور نيرون ليجن تافكت اللور لمب. ممكن يكون يونيلاترال او بايلاترال على حسب الكومبريشن حصل يونيلاترال ولا بايلاترال للنيرف روت، فجي لك ب
موتور ليجن نوعها لور موتور نيرون، لان انت بتتكلم عن سباينال نيرف روت. فموتور افكشن نو لور موتور نيرون ليجن ات ذا ليفل اوف ذا ليجن، فده موتور افكشن لور موتور نيرون في اللور لمب. من ضمن الحاجات اللي ممكن يقولها لك ان يحصل لوس لريفلكسس على حسب الليفل اللي حصل فيه الكومبريشن. يعني مثلا لو في ليفل اباف اس 1 فوق عالي، في ليفل اعلى في اس 1 واس 2، ممكن يقول لك ان البيشنت حصل لوس للانكل ريفلكس. تيجي تعمل له الانكل ريفلكس تلاقي فيه لوس للانكل ريفلكس. في ليفل اعلى في الليفل، في ليفل اقل الاس 3 والاس 4 ليفل اوتا او لور، لو حصل الكومبريشن عند ليفل لور اس 3 اند 4 تيجي تعمل له الانكوتينيوس ريفلكس، تعمل ستروكينج حوالين الانس، تلاقي ان الاكسترنال انس فينكتر يحصل له كونتراكشن او باكرنج للانا الاكسترنال انس فينكتر. لو لقيته حصل له لوس ابدا افكر في ليفل اس 3 او اس 4، انكر فليكس اس 1 اس 2. فده بالنسبه للموتور، موتور افكشن نوع لور موتور نيرون هيافكت اللور لمب، انا بتكلم عن لامبو سيكرال ليفل ولوس للريفلكسس، ده الموتور افكشن. سنسوري قلت لك انه اصلا دي بتيجي كيف الكيس بتاعتها بتيجي ديفرنشال دياجنوز للور باك بين. اللور باك بين ده يقول لك في لور باك بين، والبين ده كمان ممكن يكون معاه راديكولر بين مسمع في رجليه. راديكولر بين يعني ايه راديكولر بين؟ راديكولر بين هو عباره عن بين، البين ده يبقى radiating radiating من خلال sensory dermatome. لأننا نعرف كمان شوية أن من ضمنه الفانكشن بتاعت spinal nerve، spinal nerve بالإضافة أن ليها يعني بتبرسبيت أن motor أو النيرف المسؤول عن motor function، هي كمان ليها دور أنها تكاري sensation من أجزاء معينة في السكن من خلال حاجة اسمها سنسوري ديرماتومز، سكن ديرماتومز. فساعات يكون البيشنت معاه راديكولر بين، بين حصل له راديشن لمكان معين من خلال السنسوري ديرماتوم، من خلال السنسوري ديرماتوم اللي بيدي جزء معين من السكن، فيحصل راديكولر بين على حسب الافكتد روت. هنعرف كمان شويه انه في كل مكان معين في السكن بيجي له سنسوري ديرماتومال انرفيشن من سباينال نيرف روت معين. فلو مثلا سباينال روت في اس 1 او اس 2 هيبقى افكت جزء معين، يعمل راديشن للبين في المكان ده فيعمل راديكولر بين. الراديكولر بين ده هتعرف بعد كده انه الراديكولر بين ده لما يكون مش مجرد بين وبس، يكون معاه كمان ماسل ويكنس، وفي بعض الاحيان يكون معاه باراسيزيا، وبعض الاحيان يكون معاه لوس الريفلكس، ساعات بنقول عليها او ساعتها بنقول عليها راديكولوباسي. لكن هنا بنتكلم عن لور باك بين مع الراديكولر بين على حسب السباينال نيرف روت اللي افكتد، يبقى في بين رادييتنج مثلا للور لمب، ده اسمه radicular pain. بالإضافة أنه يقول لك في الكيس أن البيشنت عنده سادل أنسيزيا، لما يكون الأفكشن at the level of spinal cord segment S2 و3 و4 اللي هو المفروض بتدي لسوماتيك نيرف اسمه بيودندن نيرف اللي بيدي منطقة البرينيوم، فتبص تلاقي أن البيشنت عنده sensory loss في منطقة البرينيوم، نسميها سادل أنسيزيا. السادل اللي هو سرب الحصان، لما تيجي تركب على الحصان المنطقة اللي بتركب بيها على الحصان دي اسمها سادل، أو ده مقصود كده سادل أنسيزيا، يحصل فيها loss of sensation بسبب أنه ده ما يكون في الليفل S2 و3 و4، لأن اللي بيدي لمنطقة البرينيوم دي هو البيودندن نيرف. البيودندن نيرف ده أصلا اللي هو بيطلع من S2 و3 و4، بقول لك أن فيه سادل أنسيزيا. اخيرا اوتونوميك مانيفيستيشن، لان الاس 2 و3 و4 اللي بتدي البيودندن نيرف ده، البيودندن نيرف ده المسؤول عن السوماتيك فولانتري كنترول لتو سفنكتر، اكسترنال انال سفنكتر واكسترنال يورينري سفنكتر، اللي انت عندك المفروض يكون عندك عليهم كنترول من خلال هذه السفنكتر. بالاضافه ان الاس 2 و3 و4، بالاضافه ان هم بيدوك البيودندن نيرف، الاس 2 و3 و4 دول اللي بيدوا البارا سمباثيك سبلانكينك بلفيك سبلانكينك انرفيشن، والبارا سمباثيك
احنا لما جينا نتكلم عن اللاترال هورن اوف لاترال هورن اوف سراكو لامبر فيرتيبري قلنا ده الاوت فلو اوف سمباثيك. طيب الاوت فلو اوف بارا سمباثيك ايه؟ ما اتكلمناش عنه ساعتها. احنا المفروض لسه هنتكلم عن اوتونوميك نيرف سيستم في الجنرال فارماكولوجي، بس البارا سمباثيك اوت فلو طالع منين؟ حد يعرف الباراسمبثيك اوت فلو طالع من انهي ليفل؟ بنقول عليه كرينيو سيكرال. كرينيو سيكرال طالع من الكرينيال نيرف اللي قلت لك في الجنرال فارماكولوجي في الاوتونوميك متجمعها في 1973 السنه اللي علمنا عليه فيها عليهم. الالف اللي هو كرينيال نيرف رقم 10 اللي هو الفيجاس، و9 اللي هو جلوسوفارينجال نيرف، و7 اللي هو الفيشل، و3 اللي هو الكرينيال نيرف رقم 3 دول كرينيال. والسيكرال اس 2 و3 و4 دول بيعملوا بلفيك سبلانكنيك او ساكرال نيرف اللي مسؤول عن السيكشوال فانكشن، او بتدي باراسمبثيك انفيشن المسؤول عن الاريكشن بالنسبه للميلز الاريكشن. وبالتالي بالاضافه ان يحصل باول or bladder incontinence ومش قادر يتحكم في نفسه سواء باول او بلادر، يبقى الميلز عندهم سيكشوال ديسفانكشن وفي مشكله في الاريكشن، لان الاريكشن ده وظيفه الباراسمباثيك. الباراسمباثيك زي ما وظيفته ريست ودايجست تاكل وترتاح، وظيفته كمان اهو بالمره بياخد كمان السكس. الاريكشن ده وظيفه الباراسمباثيك من خلال البلفيك سبلانكريك باراسمباثيك اس 2 و3 و4. يبقى البيشنت اللي عنده بقى كودا إكواينا هيجي يقول لي إيه في الكيس؟ البيشنت عنده لو باك بين، ساعات البين كمان يبقى موجود في الباتوك أو ناحية الباتوك، لو باك بين أند باتوك، وساعات البين ده يبقى مسمع من خلال السباينال نيرف روت اللي أفكتن يعمل راديكولر بين يسمع اللي تحت عند رجليه. ده بالنسبة للسنسوري. بالإضافة إن ممكن نشوف يونيلاترال أو بايلاترال على حسب الكمبريشن حصل يونيلاترال ولا بايلاترال. موتور أفكشن نوعها لور موتور نيرون ليجن. معلش الريفلكسز، انهي ريفلكس اللي ممكن تبقى فاكرة على حسب الليفل اللي افكتد؟ بس واحد واثنين ممكن يقول لك الانكر ريفلكس از لوست ليفل اوطى شويه، يقول لك ان الانكوتينيوس ريفلكس از لوست. مع لوست للاوتونوميك يونري انكونتيننس باول انكونتيننس ومعاه كمان سيكشوال ديسفانكشن. الباول واليورينري بلادر بسبب ان التو اكسترنال سفنكتر يورينري وانال الاثنين المسؤول عنهم البيودينال نيرف. اما الاريكشن المسؤول عنه الباراسمباثيك سبلانكليك نيرف. اشوف الكلام ده كله مع بعضه ابدا افكر في كيس اوف كودا اكواير سندروم اللي تعتبر سيرجيكال ايمرجنسي. ده اسمه كودا إكواينا سندروم وعليه سؤال في إلي ولد. طيب آخر حاجة قبل ما ناخد بريك موضوع السكن ديرماتوم. احنا قلنا السفاينال نيرف بالإضافة ان الفنترال رود بتاعتها او انها بتبارتسيبيت انفورميشن اوف بريفرال نيرف اللي بتدي او بتدي لور موتور نيرون انيرفيشن للمسلز وتساعد على كونتراكشن اوف مسل. قلنا ان السباينال نيرف از ا ميكسد نيرف ليها كمان دور في انها كاري سنسيشن بريفرالي فروم بريفرال up to the brain علشان البرين يقدر يعمل interpretation للسنسيشن دي. عندي حاجة اسمها dermatomes. derma يعني skin, tomes يعني أماكن معينة في السكن بتبقى supplied ب specific spinal nerve. كل spinal nerve في الصورة دي مش مطلوب منك أن تتعرف كلها، بس هو قال لك بعض landmark اللي عايزك تبقى عارفها. أنا هدي فكرة عن بعضهم وأهمهم بالنسبة لي لاند مارك درماتومز. واضح كده انه السكن متقسم الى اكتر من سيجمنت، كل سيجمنت السنسوري انفورميشن في الجزء ده من السكن بتبقى كارد بسبيسيفيك سباينال نيرف. تعال كده ناخدها الاول من اول فوق في الفيس. هتلاقي ان الفيس ما فيهوش سباينال نيرف تبقى مسؤوله انها تكاري سنسيشن من الجزء ده من السكن او ذا فيس. ليه؟ لانه المسؤول هنا هو كرينيال نيرف اسمه ترايجيمينال نيرف.
الترايجيمينال نيرف هو ميكسد نيرف موتور اند سنسوري. السنسوري نيوكليس بتاعته عنده 3 برانشز. برانش اسمه اوبسالميك ماكسيلري مانديبولر. الاوبسالميك بياخد الجزء ده الابر بارت ده من الفيس، والماكسيلري بياخد الجزء ده ناحيه الماكسيلا، والمانديبولر اللي بياخد الجزء ده ناحيه المانديبول والجزء ده من الفيس. فالسنسوري بالنسبه للفيس مش من سباينال نيرف، ترايجيمينال نيرف. طيب ده بالنسبه للفيس. الباك يبتدي نتكلم عن اول سباينال نيرف في الباك اوف سكال. هنلاقي هنا الباك اوف سكال المسؤول عن السنسوري ديرماتوم هنا هو السي 2. طيب السي 3 هتبدا بقى ترتب، تاخد النير ال بالنسبه للباك تبدا تاخد بقى السكن تقسمه ليس اكتر من سيجمنت من اول سي 3 لغايه ال L5 ياخد الباك بالنسبه للسباينال نيرف. بالنسبة للفرونت هتلاقي انه احنا اتكلمنا انه بدأنا من C2، C2 واخد الباك اوف سكال. طب C1، C1 ما بديش سنسوري درماتومال انرفيشن، بداية السباينال نيرف من C2 الباك اوف سكال. قلنا الباك بقى سهل، هتبتدي من اول من اول C3 تقسمها سيجمنت لغاية ما توصل لغاية ما توصل هنا لقرب منطقه البريم من اول السي 3 لل ال 5. بالنسبه للفرونت انت عندك السي 3 هتلاقيه بيقول عليها هنا الهاي تيرتل او تيرتل نك شيرت، اللي هو الشيرت اللي برقبه، الشيرت اللي برقبه المنطقه اللي بيبقى في رقبه الشيرت واخرها دي، دي بتكون انرفيتد بالسباينال كورد نيرف روت سي 3. الشيرتات اللي من غير رقبه او مثلا لو انت لابس قميص او رقبه القميص، المنطقه بتاعت رقبه القميص دي او هنا مثلا لابس تيشيرت من غير رقبه، الحته دي اللي اخر التيشيرت هنا اللي من غير رقبه او رياقه القميص يبقى باخدها السباينال نيرف روت سي 4. يبقى بالنسبه للفرونت التيشيرت اللي عليها الهاي تيرتل نك شيرت سي 3 اللي هو هنا، رياقه المكان اللي بيبقى فيه رياقه القميص ده السي 4. السي 6 سي 6 عند الصمب، حتى هنا بيقول لك نمرك سي 6 ده بياخد السنسور درماتوم بتاع منطقه الصمب، بيقول لك صمب ام ساين اون ليفت اون يور ليفت هاند بتبقى شبه ال 6 بالسي 6. هنا طبعا هو مش بيتكلم عن كل السنسور درماتوم، هو بيتكلم عن سنسور درماتوم معينه. التي 4، التي 4 اعرف لي ان التي 4 دي هي عند منطقه النبل تي 4. يعني اللي عايزك تعرفه التي 4 تي 10 والبريانال اريا، دول اهم ثلاثه عايزك تعرفهم. التي 4 عند منطقه النبل، التي 10 عند منطقه السره، عند منطقه الامبليكس. هنا بقول لك التي 10 بيلي باتن، التي 10 عند منطقه الامبليكس، التي 4 عند النبل، عند منطقة النبل التي 4 وعند الامبلكس التي 10. ال L1 قال لك عند منطقة الانجوين الليجمنت بيكون هنا ال L1. ال L4 قال لك عند منطقة الني كاب، المنطقة اللي بتغطي اللور لمب وتعدي على الني كاب دي ال L4. وثالث حاجة قلت لك مهمة بعد T4 والT10 هو الST and 34 اللي هي بتدي سنسوري درماتوم لمنطقه البرينيوم. الST and 3 and 4 اللي مع بعض بيعملوا البيودينال نيرف المسؤول عن السنسيشن في منطقه البرينيوم. فدول اهم ثلاثه، T4 as nipple، T10 as umbilicus، ST and 3 and 4 دول بيعملوا البرينيوم مسؤولين عن sensation of the perineum. ممكن بس أقول معلومة هنا أخيرة، إنه لما تيجي تبص هنا في الأبر لمب تلاقي إن C3 قلنا هنا
والسي 4 هنا والسي 5 واخد الجزء ده من الابر لامب. عايز اقوله هنا انه في ستيب 1 وحتى في ستيب 2 عندنا بعض الجي اي باثولوجيز اللي بيحصل فيها اريتيشن للفرينيك نيرف. الفرينيك نيرف ده هو عباره عن موتور نيرف بيدي موتور انيرفيشن للديافرام المسؤوله عن ريسبيراتوري ماسلز او الانيرفيشن اوف ريسبيراتوري ماسلز، او اللي بيدي للديافرام اللي هو اهم ماسل فور انسبيريشن هو الديافرام. الفرينيك نيرف ده طالع من ال C3 and 4 and 5. C3 and 4 and 5 keeps the diaphragm alive. C3 and 4 and 5 keeps the diaphragm alive. ده المورك موجود عندك في الفيرست ايد زي ال 2 وال 3 و 4 بتوع الباراسمباثيك، هم المسؤولين ان يكيب البينس اوف ذا فلور، هم المسؤولين عن الاريكشن. 2 و 3 و 4 الباراسمباثيك هم المسؤولين عن الكيم البينس اوف ذا فلور، هم المسؤولين عن الاركشن. فالسي 3 اند 4 سي 3 اند 4 اند 5 كيب يو الايف، لان ده المسؤول عن موتور انفيشن اوف ديافرام واهم ماسل اوف انسبيريشن. طب اللي عايز اقوله ايه في المعلومه دي؟ ساعات في الجي اي تي نلاقي انه في بعض باثولوجي في الجي اي تي تعمل اريتيشن للديافرام سواء بسبب انفكشن انفلاميشن بروتونايتس او هيموراج هيموبروتينيوم او حتى انفلاميشن في الجول بلادر كولسيستايتس. نلاقي ان الانفلاميشن ده بيرتيت الديافرام، يرتيت الفرينيك نيرف اللي هو اصلا موتور انيرفيشن للديافرام، بس طالع من النيرف روت سي 3 و4 و5. سي 3 و4 و5 اللي هم بيدوا الموتور للفرينيك نيرف، لكن كسنسوري ديرماتوم بيدوا للشودر، للشودر هنا والابر لمب. طب تلاقي كيس في الجي اي تي يقول لك ان بيشنت عنده بروتونايتس او كولسيستايتس مع ريفيرد رايت شولدر بين، تبقى فاهم ان ده ريفيرد بين بسبب انه في شير لنفس السباينال نيرف سيجمنت ما بين الفرينيك نيرف اللي هو اصلا بيجي له سباينال نيرف، بس المفروض ان هو موتور انيرفيشن، لكن ان نفس السباينال نيرف دي بتدي سنسوري ديرماتومال انيرفيشن ل right shoulder and right upper limb. فممكن تلاقي البيشن ده عنده بين referred بين، يعني بين مسمى في الشودر right، بالذات الright shoulder والright والright upper limb، ده اسمه referred بين. بيحصل ساعات تشوفه مع cases اللي فيها irritation للفرينيك نيرف سواء due to infection inflammation أو hemorrhage او كولسيستايتس، تلاقي البيشنت عنده ريفيرد بين مسمى في الشودر والابر لمب، ده ريفيرد بين نتيجه انه نفس السباينال نيرف سيجمنت دي لا هو مجرد اريتيشن للفرينيك نيرف يا دكتوره هاله. فالفرينيك نيرف ده اللي حصل له اريتيشن يبعت من خلال نفس السباينال ليجمنت، يبقى في ريفيرد بين من خلال السباينال نيرف سيجمنت للديرماتومال بارت اللي بيعملوا له انرفيشن اللي هو الشولدر والابر لمب، ده اسمه ريفيرد بين. هنبقى نتكلم عنها برضو في الجي اي تي. طيب هنوقف لغايه هنا ونبتدي بقى نحل. السي 2 دكتور محمود، السي 2 واخد في الباك ونازل كمان ناحيه اللور ماندبل،
بعد كده السي 3، بعد كده السي 4، بعد كده السي بعد كده السي 5، والسي 5 نازل للابر لمب. الراديكلوبسي دكتوره ندى، في فرق ما بين الراديكولار بين والراديكلوبسي؟ احنا لسه ما حددناش. فين اول سؤال؟ الراديكولار بين يا دكتوره ندى هو بين راديتنج من خلال السباينال نيرف روت اللي حصل لها كومبريشن. راديكولوبسي اما يكون الراديكولار بين ده معاه ماسل ويكنس، باراسيزيا، لوس للريفلكس، ساعتها بنسميه راديكولوبسي. ده تيبيكال كيس اوف براون سيكور سندروم. كيس بتحلف لك بالله ان دي كيس اوف براون سيكور سندروم. نفس الكيس اللي قلتها لك، كان في بار متخانق نايف فروم ذا باك، حصل هيمي سكشن للسبينال كورد، جاي بي رايت سايدد هيمي باريسس. اتفقنا انه مع لوس الفايبريشن اند بروبيوسبشن بلو سي 8 في الرايت سايد، يعني غالبا الهيمسكشن خلها دي في الرايت سباينال كورد، وكونتر لاترال لوس للبين اند تمبرشر هتبقى في اللفت. لو جيت تبص هتلاقي هيمسكشن للرايت سباينال كورد في نفس الجهه اللي فيها الابر موتور نيرون والدورسال كولر ميديال لانسكس بسوي افكشن. بالظبط بالظبط، اهو الكلمه اللي انا قلتها وانا بتكلم عن السباينوس سيراميك كراكت الدكتور فؤاد لقطها اهو، انه كنا بنقول انه اللوس اوف سنسيشن هيبقى 1 اور 2 سيجمنت بيلو، لانه قبل ما يكروس بيطلع 1 اور 2 سيجمنت في السباينال كورد. فلقط الكلمه دي افتكر الكلام اللي انا قلته. Easy fatigability. في الجي اي هنعرف انه من ضمن الاسباب اللي تؤدي ان يحصل فيتامين بي 12 ديفيشنسي هو الناس اللي لسبب ما اضطر يعمل جاستريكتومي، لان الابزوربشن اوف فيتامين بي 12 محتاج الى حاجه اسمها انترنسك فاكتور، والانترنسك فاكتور ده موجود في البرايتال سيلز. فلو في اوتو اميون ديستركشن برايتال سيلز فيما يسمى البرنشس انيميا، او لو انت شلت اصلا الاستومك لسبب ما بسبب مثلا هنا جاستريك ارسر، فمفيش برايتال سيلز، مفيش انترنسيف فاكتور، مفيش ابزوربشن للفيتامين بي 12، ففي فيتامين بي 12 ديفيشنسي. وعنده أنيميا ماكروسيتك إيزي فيتكابيلتي.
بالظبط. ده كيس اوف سيفير كومبايند سيفير كومبايند ديجنريشن بيأفكت ديسندنج اللي هو اللاترا كورتيكو سبينال تراكت واسندنج اللي هو الدورسال كولم، بالاضافه للسباينو سيربيلر تراكت بيكون عندهم كمان اتاكسيا. فكيس اوف سيفير كيس اوف سباينال كورد ديليشن مع ماكروسيتيك انيميا ده كيس اوف سيفير كومبايند ديجنريشن. واحده ما عندها مننجايتس ومحتاجه تعمل لامبر بانكتشر، ايه الاناتوميك لاند مارك اللي هتدور عليها وانت بتعمل لها لامبر بانكتشر؟ بالظبط. دور على الإيليا كريست، لو خدت خط ما بين التو إيليا كريست انت في الليفل اوف 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 ال 4، ما بين ال 4 وال ال 5 او ال 4 وال ال 3 تقدر تبدا تعمل انسرشن للسيرنج. دي كيس ممكن تحلها من مجرد ان انت تقرا السؤال. تاسك البيشنت ان هو يحط رجليه جنب بعض بالظبط. غالبا البيشنت عنده تيبس دورسالس وبيتست فور سنسوري اتاكسيا، عايز ديفرنشيت ما بين السنسوري والسيربلر اتاكسيا بالبوزيتيف رامبرج ساين. انت بتعمل تيستنج لايه؟ بعمل تيستنج للبروبيوسبشن. دي غالبا كيس اوف ليت. هايبرفليكسيا او هايبر ريفليكسيا وبرقت بنص للبين سنسيشن مع سكوليوزس، ده كيس اوف ليت سيرينجوميليا. loss and pain and temperature in shawl or cape line distribution. Touch vibration proprioception is preserved بس طبعا ساعات بيسموها dissociative anesthesia. Lower limb are remarkable. The case of syringomyelia.
سباينال سنترال كانال اوف سبينال كورد يبدا يحصل لها كافيتيشن سيستيك دايليتيشن وتبدا تعمل كومبريشن على فنترال وايد كومبريشر. فالاجابه هتكون ايه؟ دي مايلينيشن لابر موتور نيرون ولور موتور نيرون. بيور موتور وزاوت سنسوري افكشن. باي اكسكلوجن ما فيش حاجه تنفع بيور موتور ابر موتور ولور موتور نيرون ات ذا سيم تايم اصلا في الاوبشنز غير الاي ال اس اميتروفيك لاترال سكلروزس. أتاكسيا أتاكسيا مع أكزونال ديجنريشن انفولفنج الدورسال كولم مع لاترال كورتيكو سبينال تراكت. ما هو ده اللي اسمه سيفير كومبايند ديجنريشن اللي بيحصل مع الفيتامين بي 12 ديفيشنسي. الثلاثة موجودين في نفس الكيس ده واي اكسكلوجن هتكسكلود الباقي وده اللي بيحصل مع الثلاثة اللي هم موجودين severe combined degeneration مع الفيتامين بي 12 deficiency.